مرحبا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي القاهرة الإخبارية أينما كنتم، ومن غزة هنا القاهرة تتواصل تغطياتنا الإخبارية على شاشة القاهرة الإخبارية على مدار الساعة. مرحبا بكم ومرحبا بك رشا. مرحبا بك خالد، ولنبدأ بتحديثاتنا في هذه التغطية بأولى أخبارنا. تشن قوات الاحتلال في هذه الأثناء قصفا جويا مكثفا على شمال قطاع غزة. هذا وأوضحت المصادر أنه استشهد 27 فلسطينيا جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزلين بمدينة رفح جنوب قطاع غزة. وأوضحت وسائل إعلام فلسطينية أن المنزلين يعودان لعائلتي أبو ضباع وعاشور، مشيرة إلى أنه جار البحث عن مزيد من الضحايا أسفل الأنقاض. هذا واستشهد عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. وفي رفح جنوب القطاع استشهد 20 فلسطينيا وأصيب آخرون، هذا في غارات شنها طيران الاحتلال على منازل المواطنين. كما استشهد 6 فلسطينيين وأصيب العشرات في غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة تأوي نازحين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة. كما قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مركزا صحيا تابعا لوكالة الأونروا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وأصيب عدد من المواطنين في غارة إسرائيلية استهدفت مسجد المصباح المنير في جباليا. في غضون ذلك أعلن عن استشهاد 3 صحفيين جراء قصف طيران الاحتلال لمنازلهم، بينما انتشرت مشاهد الدمار في مخيم جباليا مع تواصل القصف الإسرائيلي. أعلنت الفصائل الفلسطينية استهداف قوة إسرائيلية من 15 جنديا في كمين محكم وسط قطاع غزة، واستهداف دبابة ميركافا إسرائيلية في منطقة معن بمدينة خان يونس. وقصفت الفصائل الفلسطينية حشودا للاحتلال بمحيط مسجد الظلال في خان يونس، واستهدفت 7 دبابات إسرائيلية شرق وشمال المدينة. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من ولاية كنتاكي الأمريكية الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة موريستايت. مرحبا بك دكتور إحسان. وفي هذه المرحلة من الحرب أسألك عن الموقف الأمريكي، وأخذا من شاشة القاهرة الإخبارية كنا نقرأ عاجلا توا يقول واشنطن تؤجل بيع أسلحة لإسرائيل بسبب عنف المستوطنين، هل ثم تغير في الموقف الأمريكي تجاه إسرائيل في هذه المرحلة؟ تحياتي أولا. يعني الموقف الأمريكي، ننظر إلى علاقة أمريكا بإسرائيل، هم شركاء، هذه شراكة. يعني أمريكا لا تأمر إسرائيل ما تفعل، هم شركاء في هذا الحرب. هم يعني أحيانا الشريك يحاول إقناع شريكه برؤية مختلفة. مثلا كانت إسرائيل متشددة في موضوع إدخال الطعام والمساعدات، استطاعت إسرائيل أن تؤثر على إسرائيل، أمريكا تؤثر على إسرائيل بإدخال بعض المساعدات، ولكنها شيء بسيط جدا. يعني ولكن بالنسبة لهذا السلاح الفردي الذي كان سيرسل، كان سيقع في أيدي وزارة بن غفير الذي أمريكا تعتبره متطرف، وكان هناك شك أنه سينتهي في أيدي المتطرفين في داخل 48 وفي الضفة الغربية. لذلك يعني كان تردد في هذا الموضوع، وربما هم يعني يحاولون تأخير هذا الموضوع كي لا تظهر أمريكا بأنها تريد حرب داخل إسرائيل بذاتها، يعني بين العرب واليهود، وزيادة العنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية أيضا. طيب، لكن الولايات المتحدة وبايدن تحديدا في هذه المرحلة بدأ يتحدث عن مسألة ضرورة تغيير بنيامين نتنياهو، ويتحدث عن ضرورة حل هذه الحكومة. كيف تقرأ هذا المتغير أيضا؟ يعني شوف، هو تكلم في لهجة الصديق والحليف.
لم يتكلم كدولة قوية، دولة تحكم العالم وتتكلم عن دولة صغيرة. هو ذهب إلى تكلم إلى أنصار إسرائيل الذين يدعمون إسرائيل ماديا انتخابيا في أمريكا، الداعمين المهمين يهود أمريكا 2%، ولكنهم يقدمون 50% من المال السياسي للحزب الديمقراطي. فهو تكلم معه وقال نتنياهو صديقي، وقال أن هناك محافظين في الحكومة الإسرائيلية، محافظين إسرائيلي يقول إسرائيلي كان يقول عنهم متطرفين ومتخلفين وإرهابيين، هو يقول عنهم محافظين في الحكومة. هو الطريقة التي تكلم فيها بنهاية المطاف هو يظهر هذا بعض الخلاف إلى العلن، ولكن ليس هناك خريطة طريق ماذا ستفعل أمريكا مثلا إذا طلبوا من إسرائيل شيء، ماذا ستكون الخطوة الأمريكية للتعامل مع هذا الرفض الإسرائيلي. هم قالوا أنكم تقتلون كثير من المدنيين، طيب إذا قتلوا كثير من المدنيين ماذا ستفعل؟ ما أرسلوا 14,000 قذيفة مركافة، منعوا وقفوا الأمم المتحدة الجمعية العامة لا المجلس الامن له. عمليا هم هذا كانه خلاف بين العائله، بين الحلفاء، بين الشركاء، بين العائله. انا لا اركز كثير على الكلام، اركز كثير على الافعال بينهم. طيب دكتور، يعتبر كما ذكرت ان الاهداف الاسرائيليه غير واضحه، ولم يحقق اي اهداف من هذه الحرب الدمويه ودخولنا في الشهر الثالث حتى الان. الآن جو بايدن على ماذا يعول في هذه المرحلة؟ وهل بدأت الفجوة تتسع بين نتنياهو وجو بايدن، ويصبح في الفترة القادمة أن نتنياهو هو الكرت الذي سيلعب عليه حتى يخرج من هذه الدعوم التي قدمها لإسرائيل؟ شوف، بالنسبة لأمريكا وإسرائيل، أمريكا تدعم إسرائيل بغض النظر عن من يحكم إسرائيل. هذا ليس متعلق بشخص معين أو حزب معين. هذه العلاقة الأمريكية الإسرائيلية أكبر من أشخاص ومن حكومات ومن أشخاص، من نتنياهو أو غير نتنياهو. كان هناك مشكلة مع نتنياهو، ولكن كان مشكلة أمريكا مع نتنياهو لفترة طويلة لا يستقبل في البيت الأبيض. لماذا؟ لموضوع خلاف داخلي بالنسبة للديمقراطية بإسرائيل، ودور الدين ودور المحكمة العليا وما هو المتشددين ولم يكن بالنسبة لحل الدولتين، الفلسطينيين، الاحتلال، المستعمر، لم يكن هذا الموضوع. كان الموضوع أنه اليهود أمريكا بهمهم كانوا مهتمين بالوضع الداخلي الإسرائيلي، يعتقدون أن إسرائيل تصبح أقل ليبرالية وتضعف الديمقراطية. فهذا كان موقف بايدن، بايدن كان موقف شعبه بالنسبة حتى ليهود أمريكا. ولكن ليس علاقة أمريكا، أمريكا تدعم ملتزمة بإسرائيل، ولذلك بقي الدعم لإسرائيل مع أنه هذه الحكومة الأكثر تطرفا في شخصيات فاشية. الإسرائيلي يقول عنها فاشية متطرفة، إرهابيين يقولوا عنهم، ولكن كهم الحكومة. ومع هيك استمرت أمريكا في دعم إسرائيل، لم تؤثر على دعم إسرائيل. وإضافة لذلك تم موضوع الفيزا، السفر إلى أمريكا بدون فيزا على هذه الحكومة، أخذت هذا المكسب المهم الذي حاولت لسنوات إسرائيل أن تحصل عنه من أمريكا لم تقدر، فأخذته من بايدن على أيام حكومة نتنياهو. فهذه العلاقة هذه أكبر من شخص، وهذه العلاقة قوية. واللوبي اليهودي، اللوبي الإسرائيلي يبقى يدعم إسرائيل مهما كان من في الحكم. نعم، هذا كنت أريد الحديث عنه دكتور. نعم، أن اللوبي اليهودي هو الذي يحرك الإدارة الأمريكية في هذا الدعم السخي لإسرائيل في هذه الفترة. لكن عندما يجد اللوبي اليهودي الذي هو يدعم بشكل أو بآخر إسرائيل، ألا يرى أن النتائج التي هم يعولون عليها في تحقيقها على أرض المعركة لا يوجد منها نتائج، وبدأت الأصوات تتعالى الآن أنه لم يحقق شيء وصورته بدأت أن تهتز، كيف سيعالج هذا اللوبي هذه الصورة الإسرائيلية في الفترة القادمة؟ الحرب لها شعبية في إسرائيل ولها شعبية في بين يهود أمريكا. يهود أمريكا يدعمون هذا الحرب. يهود أمريكا في نسبة منهم صحيح ضد الحرب وتتظاهر وتعترض من مبدأ أخلاقي، ولكن الأكثرية اليهودية في أمريكا مع إسرائيل ومع حرب إسرائيل بشكل مطلق والذي يحصل هو هذا التدمير والقتل. شوفي، لما مصر 73 تهجم على إسرائيل وتضربها ضربة قوية، تعملها على السخنة كما تقول في مصر، فرق بين غزة تضرب إسرائيل. هم عند العنجهية الإسرائيلية أنه غزة تهجم علينا، غزة هذه الصغيرة المحاصرة اللي نحن بنحكم قديش بياخذوا أكل بالنهار. يتصور هو سجن وعنده مفتاح
ويخرج هؤلاء المساجين ويضربوا اسرائيل، فهن راسهم مش بتحملهم الشعب الاسرائيلي حتى، مش فقط الحكومه مش بتحملهم. يعني هناك شيء مثلا انه مصر دوله مهمه، يعني تاريخيا اليهود بيقول لك كانوا عبيد من مصر، مصر تهجم عليهم، انه مصر دوله كبيره، ولكن غزه تهجم عليهم، فهذا مش مستوعبين، لذلك هم يطلبون الدماء والقتل والتهديم، عندهم رغبه كبيره في الانتقام والتدمير والقتل، ولا يشبعوا من ذلك، رغم الالاف يعني الالاف. ومن ضمن الحمله يعني هو عقاب الشعب الفلسطيني ضربه بشكل قوي، انه ما يحلو مره ثانيه يهاجموا اسرائيل، هذا ما تريد اسرائيل، فهذا التدمير وهذا القتل وهذا التجويع وهذا الحرمان من ابسط مقومات الحياه هو هدف من اهداف هذه الحرب على غزه. دكتور احسان، طبعا وصلت وجهه النظر هنا فيما يتعلق بان هناك التزاما تاريخيا من الولايات المتحده الى اسرائيل بغض النظر عن يعني شخص رئيس الوزراء، لكن كيف تقرا انت او كيف تفسر قول نتنياهو ان على قول بايدن عفوا ان على نتنياهو ان يغير من ائتلافه الحكومي؟ يعني ماذا تريد الولايات المتحده من تغيير هذه الحكومه او ماذا نعم، هذه كل افكار مش بيقولوا وي سبورت فلسطين ستيت، نحن ندعم، طيب شو الخطوات اللي يتخذها وماذا تفعل كي تصبح هذا الامر حقيقه؟ هل هناك برنامج مثلا، هل خطوات معينه؟ يعني هلا السفير الاماراتي بالامم المتحده قال انه بدي هدم غزه وتعوا يا عرب ادفعوا تكاليف بناء غزه، طيب وهو مشروع بناء الدولتين؟ اين هي الخطوات؟ اين هو برنامج العمل؟ اين هي الخطوات والبرنامج الجدول الزمني؟ ليس هناك، هذا كلام انشائي، يعني هو يقول امور وحتى يكون عنهم محافظين كنزرت، هم ليس هؤلاء الناس الحكومة ليسوا كنزرت، هؤلاء الناس فاشيين وإرهابيين، يعني واحد يقول نضرب القنبلة النووية على غزة، واحد سموتريتش يقول بتهجير الفلسطينيين، بن كفير كمان فهذول، يعني هذا كلام يعني أنا أعتقد لا أضع كثير من القيمة له، يعني هو لا يستطيع التحكم في الحكومة الإسرائيلية أولا، وثاني شيء المجتمع الإسرائيلي أصبح متطرف، المجتمع الإسرائيلي هو أصبح أكثر يمينية وبعد هذه الحرب أصبح أكثر يمينية من قبل هذه الحرب. لكن بايدن ماذا يريد من وراء تغيير الحكومة؟ يعني ماذا يريد من هذا المطلب؟ يعني لماذا؟ يعني بايدن بيعبر عن اراء وانطباعات، يعني هم من زمان ما كانوا بدون الحكومه، قبل اكتوبر هجوم اكتوبر كان ما في رضا على الحكومه، كان ما في رضا على الحكومه بنسبه كبيره من الشعب الاسرائيلي، وهي بالنسبه لامريكا انه اليهود الامريكان ما كانوا عاشقين الحكومه، وكان في لانها تضم عناصر متطرفه كما تقول مثل بن كفير وسموتريتش. اسرائيل والامريكان اليهود على فكره هن ليبراليين كثير منهم كبيره نسبه كبيره بروجريسيف، ولكن عندما يعود الموضوع لاسرائيل يصبحوا قبليين، تصبح موضوع قبلي عاطفي عندهم التزام، يعني حتى الموت باسرائيل، ولكنهم في القضايا حريات الشخصيه الزواج المثليين الاقليات هم كثير ليبراليين بامريكا بهذا الموضوع. لكن مطلب بايدن بتغيير الائتلاف الحكومي ليس له علاقه بالحرب، ليس له علاقه بانهاء الحرب بشكل واضح؟ يعني هو رفض التعامل مع نتنياهو، وكان يرفض يعني استقباله في البيت الابيض، ولكن العلاقه كدوله بين دوله ودوله استمرت، ولكن هل الفريق هناك الليبراليين الديمقراطيين ما بيحبوا لا نتنياهو ولا اعضاء حكومته، يعني لكن هو يطالبه بتغيير ائتلافه الحكومي من يعني من اجل يعني انهاء الحرب ام لا؟ لا اعتقد ذلك، لا يطالبه من اجل انهاء الحرب، يعني هذا يعكس مطالب هلا بالنسبه لاسرائيل لا تريد تغيير الحكومه في خلال الحرب، هم مجتمع حارب، هذه حرب يجب ان نربحها، يجب القضاء على حماس، هم موافقين على ذلك، وحتى اليهود امريكا كمان موافقين على ذلك، ولكن تغيير الحكومه يعني هو يتكلم، ولكن ما بعتقد يعني هذا يعني انا ما بعتقد كثير، لكن هو مطلب جديد يا دكتور احسان، يعني لو كان هو مطلب عام كما تقول انه بايدن لا يرغب في هذه الحكومة لأنها تضم عناصر متطرفة مثل سموتريتش وبن كفير، لماذا يطلب ذلك الآن؟ لماذا لم يطلب ذلك من شهرين أو أكثر؟ منذ ولادة هذه الحكومة، يعني ولم تنجح بسهولة، هذه الحكومة متطرفة لم تنجح بسهولة، يعني ليس هناك رأي عام صاحق داعا لهذه الحكومة، يعني هو نتنياهو بحث عن حلفاء ووجد في هذا في المتطرفين، ولكن يعني هم جزء كبير من إسرائيل ضد هذه الحكومة، وجزء كبير من أمريكا اليهود أمريكا ضد هذه الحكومة، فهو يعبر عن هذه الفكرة، ولكن السؤال هو ماذا يحصل إذا لم يغير الحكومة؟ ماذا يحصل إذا هناك انتخابات وأتى كمان متطرفين مثل هؤلاء بالحكومة؟ ماذا
ماذا يحصل؟ ماذا ستفعل أمريكا؟ تستمر في دعم إسرائيل؟ هذا 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 هذه النقطة. هم لا يريدون حل الدولتين، هو يتكلم حل الدولتين ولكن هم لا يريدون ذلك. المجتمع الإسرائيلي لا يريد حل الدولتين، المجتمع الإسرائيلي يدعم الاستيطان. يعني فهذه المشكلة في أمريكا، يعني تعبر عن نريد ندعم حل الدولتين. طيب وماذا تفعل كي تجعل هذا حقيقة؟ ماذا تفعل لو استمرت إسرائيل في القتل؟ ما هو يقول أنه هناك قتل وهناك ضرب يعني عشوائي، ولكن ماذا ستفعل كي يقف هذا القتل العشوائي؟ ما انت اوقفت الامم المتحده، وقفت المجتمع الدولي، ومنعت الامم المتحده ان تفعل اي شيء. يعني جماعات حقوق الانسان، الامم المتحده تقول لك هناك قتل، هناك اباده، وانت تعرف هناك اباده وضرب المستشفيات، وامريكا دافعت عن ضرب المستشفيات. تصور. فانا لا اخذ كثير، يعني انا اعتقد كان هناك مبالغه في الرد انه في تحول في موقف بايدن، ولكن انا اعتقد بايدن ما عنده شعبيه بامريكا، حتى شعبيته ضعيفه جدا. يعني 35 مني بعتقد، يعني هو رئيس ضعيف، لا اعتقد هو بحاجه لمواجهه الحكومه الاسرائيليه، لان هذا يضعفها اكثر. نعم. طيب دكتور، يعني انت تقول بايدن الان شعبيته قلت كثيرا يعتبر، وهذه الحرب هي يعني سبب من اسباب هذه التراجعات، مع العلم انه كان في البدايه الامر كان الجميع يعول على ورقه الاقتصاد الامريكي الذي كان لديه حاله من اليقين انه يدخل في ركود، لكنه بدا ان يتوازن الان ويدخل في مرحله السوفت لاندنج، يعني التباطؤ الاقتصادي اكثر. فهذه كانت ورقه تحدي بالنسبه لجو بايدن. الان الشعبيه بدات ان تتراجع بهذا الشكل، وهو أشار في مجلس الأمن أن على نهاية هذا الشهر ستقف أصوات المدفعيات ولا يكون هناك تكملة. هل هو تسكين، مجرد تسكين حتى يكمل نتنياهو حربه في هذه على مدار هذا الشهر، أو على ماذا يعول في هذه المرحلة، بما أنه يعطي الضوء الأخضر المستمر اللامتناهي لنتنياهو ولإسرائيل بشكل عام؟ شوف، هم يتكلمون يعني يقولون شيء ويفعلوا عكسه. مثلا كان محامي سابق في وزارة الخارجية قال نحن نتكلم عن شيء نفعل العكس، يعني يقولوا لا تقتلوا المدنيين، أن تقتلوا كثير من المدنيين، ولكن تدور أمريكا وتعطيهم سلاح جديد، تعطيهم كميات كبيرة من السلاح، بيعطوهن القذائف الألفين باوند اللي بانكر باستر لحتى ضرب الأنفاق اللي تقتل ناس كثير. يعني هناك كلام شيء والفعل شيء. يعني عمليا انا اعتقد انه بايدن يعرف انه لا يستطيع ان يؤثر على سير عمل هذه الحكومه، الاسرائيليه حكومه بالطرفين. نعم، يعني بياخذوا براي امريكا انه فوتوا شويه اكل، طيب فوتنا شويه طعام، ولكن جزء صغير من المطلوب، يعني جزء صغير جدا من المطلوب يدخل. لا تقتل المدنيين بهالشكل هذا، ما زالوا يقتلوا المدنيين. ماذا فعلت امريكا؟ التي اعتدنا عليها وظهرت وبرزت يعتبر في هذه الفتره، لكن التعويل على ماذا يعول في هذه الحرب؟ كيف سيكون الصوره القادمه في هذه الحرب؟ شوف، بالنسبه لامريكا، هو هذا الدعم لاسرائيل، هو لانه في ثلاث داعمات للحزب الديمقراطي في امريكا: اقلياتهم جزء مهم من الحزب الديمقراطي، الشباب واليهود. اليهود هم جزء مهم جدا، ويبقى ان هذا الرئيس يقول انا صهيوني، انا مع اسرائيل. يعني صح، هو وربما يتمنى انتهاء الحرب. يعني الجيش الامريكي البنتاغون قال للاسرائيليين لا تدخلوا غزه، لا تدخلوا غزه، عملوا ضربات معينه وعملوا عمليات خاصه، ولكن لا تدخلوا غزه لانه هذا منطقه فيها كثافه، سيصير في موت كثير، ولن تحققوا اهدافكم. ولكن هم لم يسمعوا لنصيحه البنتاغون. البنتاغون قال لا تدخلوا. بايدن هذا السياسي يريد ان يرضي اللوبي الاسرائيلي، هو يقول انا صهيوني، ويعرف اهميه اللوبي اليهودي في امريكا، لذلك وافق واعطاهم ضوء اخضر. اضافه تبنى الحرب، يعني امريكا تبنت الحرب من خلال الخطاب السياسي، وليس فقط بايدن. يعني ننظر الى مجلس النواب، مجلس الشيوخ، كما هم ايضا الى جانب اسرائيل، كما الشعب الامريكي ايضا بنسبه كبيره يدعم هذه الحرب. اضافه الى ذلك، يعتبر دكتور كما أنت تذكر الآن دعم سخي أمريكي وخطابات فيها ازدواجية بشكل واضح ومتناقض. هو جو بايدن أيضا يناقض نفسه عندما يتحدث في خطاباته وعندما يستنكر أن نتنياهو مجرم حرب، لكن الهدف الذي هم لا يعلنون عنه وهو التهجير والتطهير، لربما هو هذا الهدف أو الكنز الذي تسعى إليه إسرائيل، وهم يعني يصرحون
بأنهم يريدون اجتثاث حماس أو أنهم يريدون المحتجزين، لكن في النهاية هو ضغط على الأهالي في غزة حتى أن يعني يهجروا طوعيا. إذا لم يهجروا يعني قسريا يهجروا طوعيا، لأن نفس البشرية تطلب راحة ونفس وحياة. فهل هذا هو الكنز الكبير في الفترة القادمة؟ صحيح، أنا بعتقد أن إسرائيل لم تتخلى عن هدف تهجير الغزة، لأنه هي ما زالت تدمر غزة، ما زالت تدمر الحياة في غزة، تجعل المكان غير قابل للحياة، وإضافة لدخل مياه البحر في الانفاق، هذا يدمر البيئة، يجعل المكان غير قابل للحياة، وما زالت تدفع الفلسطينيين إلى منطقة المحاذية لمصر بهدف تهجيرهم. لا أعتقد هم تخلوا عن ذلك للأسف، لا، ولكن هناك موقف مصري قوي، هناك ليس كموقف أنهم يهجروا قسريا باتجاه مصر أو باتجاه الحدود طوعيا، يعني هم يطالبون بنفسهم يأخذون نفسهم تلقاء. لا يساعد حقيقة، لأنه قالت أنه إجبارهم إجبارهم بالقوة على الرحيل شيء، وأنه الضغوط الحرب، يعني المفهوم من أنه الضغوط الحرب يخرج الإنسان مثلا مقبول، فالأمريكا يعني تركت باب مفتوح في هذا المجال أيضا. نعم، يعتبر دكتور، تفضل. طيب دكتور إحسان، فيما يتعلق بالجدول الزمني لهذه الحرب، أليس هناك خلاف أمريكي إسرائيلي؟ شوف، علنا لا خطوط حمر ولا جدول زمني، لم يكن أي كلمة في هذا المجال أنه خطوط حمر أو جدول زمني، ولكن يقال أنه في المناقشات بينهم بلينكن يذهب يقول أنه نريد أن تنتهي الحرب مثلا بآخر السنة أو أول شهر واحد، ولكن هم لا يقولوا أنه يجب أن تنهوه في هذا الوقت، وإذا لم تنتهي هناك عواقب. ما هو لما تقول انت يعني شركاء، انا اعتقد هؤلاء الناس كانوا انا اتكلم مع شريكي انه يا شو رايك نعمل هيك وشو رايك نعمل هيك، ولكن ماذا سافعل اذا ما عمل مثل هيك؟ يعني هل اسعف الشراكه؟ هل ساضغط علي؟ ماذا سافعل؟ فهم ما زالوا في موقع انه اسرائيل في موقع القياده ونحن نؤازرها. لكن هو علنا بايدن قال لابد من انهاء هذه الحرب في غضون 3 أسابيع، يعني حتى لا تدخل أو لا تتجاوز عتبة العام القادم، العام الجديد. ما زال البيت الأبيض يتراجع عن أقوال بايدن، يعني حتى لما قال بايدن أنه هناك ضرب عشوائي تراجع البيت الأبيض، قال توضيح أنه لم يريدوا إعادة هذه الجملة، لأنه الجملة هذه لما يقول بايدن قال هناك ضرب عشوائي، يعني أقر هو أنه هناك جرائم حرب، وأنه جزء، هو شريك في هذا جريمة الحرب، أنه بيعرف هذا يحصل ويقدم السلاح، فهو يعترف أنه شريك في جريمة حرب أيضا. ولكن تراجع البيت الأبيض عن هذا، يعني شوف يقولون كل الكلام هذا، يعني أنا لا أخذ بالبرنامج. طب ما consequences، ماذا يحصل إذا فعلت ذلك؟ ماذا يحصل؟ فمش هذه المشكلة لما يكون مثل كده عندك شركة أنت ويكون عندك موظف عادي. تمام، واضح. ممكن طيب. عندك ابنك مثل ما فيك تطلعه. فأنا بالنسبة إلى إسرائيل هي الولد المدلل يعني. أي نعم، يعني حتى لو لم ينهي الحرب في هذا الموعد المقترح تقصد أن تقول، هو لن يرفع يده عنه ولن يتراجع عن دعمه. طيب جاك سوليفان يا دكتور إحسان، ما الذي سيفعله في إسرائيل في زيارته؟ يعني شوفي، كلها أفكار بين الحلفاء والأصدقاء، يعني يذهب ويتكلم لهم كحلفاء وأصدقاء أنه طيب شو ماذا تفعلوا بغزة بعد؟ شو ماذا تريدون من غزة؟ ما هي الخطوات القادمة؟ هل أنتم تحققوا أهدافكم؟ إذا دخلتوا الماء في تأذل البيئة، الرهائن، الحوار بالنسبة للرهائن، يتكلموا معهم أنهم شركاء، ولكن ليس هناك ضغط. يعني أمريكا لا تذهب إليهم تقول أنا أريد ذلك وإذا لم يحصل فهناك توابع. وهناك عندهم هلأ مشكلة اليوم في جنوب لبنان. جنوب لبنان هو التركيز عندهم هو توسيع الصراع، هم مشكلة الحوثيين. يعني أمريكا، إدارة بايدن هي التي رفعت الحوثيين عن لائحة الإرهاب. تصور هؤلاء الناس، يعني ما الحوثيين ما يفعلوه شيء، يعني خجول مزعج، ولكن لا يغير في معادلة أن هذا الصراع لم يتبدد. فأمريكا بعدها تقبل أنه ما يحصل هو في إطار المقبول، ما زال الصراع محصور في غزة. يعني هناك مناوشات في جنوب لبنان تبقى في إطار المقبول. هناك بعض الناس في إسرائيل متحمسين، أضرب أفتح معارك، أدخل مع أضرب الجنوب، أضرب الحوثيين. فأمريكا ما بدها، أمريكا تعتقد أن كما ترى تمشي الأمور الآن هي في مصلحة إسرائيل، ركزوا على غزة، يعني نحن ننصحكم ولكن لا نقول لكم ما تفعلوا، هذا ولكن لا توسعوا
يوسعوا هذا الصراع مع الحوثيين، تدخلوا مع اليمن، تدخلوا مع لبنان، لأن هذا ليس من صلاحكم، وستضطر أمريكا تشاركهم في الحرب وهي لا تريد ذلك. يعني هو المحددات الموقف الأمريكي هو عدم توسع الصراع، هو يجب صحيح. إيقاف هذه الحرب إذا توسعت دائرتها أو توسع الصراع نتيجتها. كلام مضبوط. هي ترى أن لن تتوسع على هذه الحرب، يعني إذا بقيت الأمور، يعني إذا بقيت إسرائيل تركز على غزة وتقتل في غزة وتدمر في غزة، يعني في الشهر الثالث في هذه الحرب يعني بقي الموضوع محصر عمليا في غزة، القتل والضرب، وهذا ما تريده إسرائيل. فهو نصيحتهم والنصيحة الأمريكية أنه أنتم لستم بحاجة لتوسيع هذا الحرب. إذا أنتم عندكم مشكلة مع غزة، تريدون قتل في غزة والضرب في غزة، اضربوا في غزة، اقضوا على حماس، ولكن لا توسعوا الحرب، ليست في مصلحتكم وليست في مصلحتنا. الجميع يصرح ربما دكتور أن لا يوجد جهة أو جبهة أخرى تريد أن تدخل في حرب مع إسرائيل في هذا التوقيت بالتحديد، لربما الضغوط المكثفة التي يمارسها جيش الاحتلال في أهالي غزة والتي استمرت لفترات، وندخل في شتاء ومنخفض جوي يضغط على الحالة الإنسانية هناك، هل يجعل أن الأطراف التي كانت لا تريد الحرب أنها قد تكون تفرض عليها هذه الحرب بشكل أو بآخر؟ شوفنا على الشهر الثالث في هذه الحرب والإبادة واضحة للجميع، يعني 20,000 ضحايا، قتلى، تدمير شامل، يعني تنظر إلى هذه الصور على شاشتكم، يعني دمار شامل كان في قنبلة نووية ضربت، يعني الذي بده يدخل الحرب كان داخل الحرب، يعني إذا بعد 3 أشهر لا يدخل في الحرب، لن يدخل الحرب، يعني ما زال الموضوع محصور في غزة، وأمريكا تعرف ذلك، أمريكا عندها علاقات وعندها قنوات اتصال مع كل الأطراف، وهي تعرف أنه لا أحد يريد الدخول في الحرب من أجل فلسطين، لا إيران ولا غيره، ما حدا بده يدخل بحرب من أجل غزة، وهي تعرف ذلك، فهي تقول الإسرائيلي لا تفتعل المشاكل توسع الحرب، لأنه هم لا يريدون دخول في الحرب، يعني مثلا جنوب لبنان حسب الله هل ينتظروا مثلا للسنة لا يدخلوا بالحرب، اللي بده يدخل كان صار داخل. طب والعمليات التي ينفذها الجانب الحوثي على مضيق باب المندب ويعني عرقلة للسفن التي تمر من هذا الجانب، هل هو فرض قاعدة جديدة في الميدان الآن أم الأمور تعتبر تحت السيطرة حتى الآن؟ أعتقد من الرؤية الأمريكية يعتقدون أن الأمور ما زالت في إطار المعقول ولا تشكل أزمة تضطر أمريكا أن تدخل فيها بمعركة، يعني ما زال أنا بعتقد عندهم اتصالات مع الإيراني وعندهم اتصالات مع الحوثيين، عندهم علاقات مع الحوثيين مع الإيرانيين، بعتقد هم يعني في ضغط على هؤلاء الناس، يعني المحور ما يسمى المقاومة، أنه يفعلوا شيء من أجل غزة، يعني عندهم ضغط حقيقي، وأمريكا تتفهم ذلك أن هؤلاء الناس عندهم ضغط أن يفعلوا شيء، ولكن عمليا هل يؤثر هذا على حرب غزة؟ هل يجعل إسرائيل تقول؟ طيب دكتور، بما أنك تذكر أن أمريكا هي ضامنة لكل الجبهات أنها لن تفتح وأن لديها دعم لإسرائيل والخطة واضحة وهو التهجير وتطهير لاحتلال أو لتهجير أهالي غزة بشكل عام، إذن صورة أمريكا التي تدعي دائما يعني أنها دولة الحقوق والإنسانية التي لا تترجم على أرض الواقع، وكيفية أن الدول الأخرى التي تتعامل مع إسرائيل أو أمريكا ستبدأ أن تأخذ حذرها في التعامل اقتصاديا، مجالات التجارة، في أي مجالات أخرى ستكون حذرة، لأننا رأينا بعد ما حدث في حرب أوكرانيا وروسيا وظهور أقطاب أخرى حتى لا تعرقل حركة التجارة العالمية، بدأوا أن يأخذون بعين الاعتبار الفروض والقيود التي دائما تتخذها أمريكا في اتجاه بعض الدول. فإذا هل سيكون الدور الآخر أو الوجهة الأخرى أن لا هناك تعاون بالقدر الكافي مع أمريكا وتكون هناك جبهات أخرى أو أقطاب أخرى تظهر على الساحة؟ شوف، بالنسبة لموضوع حقوق الإنسان، يعني القانون الدولي هو أكبر ضربة لموضوع حقوق الإنسان، والقانون الدولي هو موقف الأمريكي مما يحصل في غزة، هذا أكبر ضربة لموضوع حقوق الإنسان، القانون الدولي، الأمم المتحدة، حقيقة كانت فضيحة بالنسبة لهذا الموضوع موقف أمريكا، ولكن بالنسبة لأمريكا تبقى هي الغرب يحكم العالم، وأمريكا تقول هذا الغرب
تقود العملية قاعدة العالم، ولا يستطيع أي طرف أن يتخلى عن علاقة مع أمريكا، عنده علاقة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. هي القوة الفاعلة في العالم، هي قاعدة العالم، هي القوة العظمى. في الفترة الأخيرة دكتور بدأت أن يكون هناك أقطاب أخرى، يعني روسيا والصين وهم حليفان قويان وبدأوا أن يتخذون يعني طريق آخر، وهناك قمم عقدت أنهم يبدأون أن يبتعدوا عن أمريكا وقيودها المعقدة وسيطرتها سواء بالعملات أو سواء بأي شيء آخر. فقد تتغير خريطة العالم سياسيا واقتصاديا في الفترة القادمة، إلى أي مدى نعول على ذلك؟ لا أعتقد، أن هناك تحول حقيقة في هيمنة الغرب وهيمنة أمريكا. يعني ننظر إلى العالم، مثلا روسيا ما كان هناك قول أن هناك تعدد أقطاب في العالم، أن روسيا قطب، أمريكا قطب، والصين قطب، هذا غير صحيح. يعني أمريكا هي تحكم العالم والغرب يحكم حتى العالم. الآن دكتور أنا ما أقصده لا هيوم قطب، أنا أتحدث عن أنهم ماشيين فيها. لولا تعرف اوكرانيا، لو ما امريكا ساعدت اوكرانيا كانت اوكرانيا صارت بخبر كان. يعني لكن ما حصل لروسيا هناك، خسرت. المقاله في الجريده اليوم تقول انه فقدت روسيا 90% من 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 جنودها بين قتلى وجرحى في حرب، والدبابات الاف الدبابات. يعني امريكا هي التي هزمت تهزم روسيا في اوكرانيا. اضافه الى ذلك انظر الى الصين، ماذا امريكا قالت الصين تهديد دي، ماذا فعلت؟ هناك الاتحاد الاوروبي وهناك امريكا تخفف من الاستثمار في الصين، تحدد التقنية التي تذهب إلى الصين، وهذا تهديد جدي لنمو الصين. يعني هذا بعدها هي القوة الفاعلة. ولكن نعم هناك دول، يعني كل دول العالم النامي إلا مصلحة في العلاقة مع الصين، إلا مصلحة في العلاقة مع روسيا أكيد. ولكن عمليا هي هذه هي الدولة. يعني كما قال أيضا عن كمية السلاح عند الاتحاد الأوروبي، الأوروبيين الجيش الألماني الجيش الفرنسي كم أنه ما عندهم سلاح. يعني أمريكا هي اللي عندها السلاح، هي الدولة الأقوى التي تصرف مبالغ هائلة على السلاح، فهي تبقى الدولة العظمى عسكريا. هي حتى الآن يعتبر دكتور هي الدولة العظمى، وربما حرب روسيا وأوكرانيا أعادت يعني هيمنة أو سيطرت أمريكا على الاتحاد الأوروبي مرة أخرى بالدعم أيضا الأوكراني. لكن الفترات القادمة يعني هناك خرائط تتشكل وقوة تتشكل في الفترات القادمة، وهذا ما يحدثه العالم الآن في حركته وفي تحالفاته القادمة. لربما سنتابع على كل دكتور هذه التشكيلات التي قد تأخذ أقطاب أخرى حتى كل حق يأخذ حقه، وسنتابع هذه الحرب إلى أين ستصل. أشكرك، كنت معنا من ولاية كنتاكي الدكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية في جامعة مورايس تايد. أكدت وزارة الخارجية الألمانية أن حكومة بلادها ستتخذ سلسلة من الإجراءات الإضافية لدعم سكان غزة المدنيين داخل القطاع وخارجه. وقالت الخارجية الألمانية إن الإجراءات سوف تشمل عدة رحلات إغاثية وجوية ستنفذ قبل بداية العام المقبل، وأنه من المقرر مغادرة طائرة مساعدات ألمانية إلى مصر هذا يوم السبت المقبل. وأشارت الوزارة إلى أن الهدف من المساعدات هو توفير حاضنات وأجهزة تنفس للمستشفيات التي تعالج الأطفال الرضع في غزة، فضلا عن توفير وسائل الإغاثة من الخيام والمساعدات الأخرى. وينضم إلينا من برلين السيد إبراهيم كابان الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك سيد إبراهيم. بداية، عندما نتحدث عن الخطابات الأمريكية التي أصبحت مزدوجة المعايير بشكل واضح، والخطابات الإسرائيلية على جانب آخر التي هي بها نوع من المكابرة وأنها ستكمل هذه الحرب حتى تحقق الأهداف التي لم نرى شيء منها على أرض الواقع، وهي تبحث عن أي هدف حتى يعني تمسح ماء وجهها ربما كما نقول. الآن على ماذا تعول إسرائيل في الفترة القادمة مع الدعم الأمريكي السخي، وهي لم تستطع أن تصل إلى أي هدف في هذه الحرب؟ تحياتي القضية لكم ولقناتكم الكريمة. بالتأكيد أن هناك استراتيجية دولية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وهذه التحركات لا بد أن يكون هناك تحركات حقيقية على المستوى الغير العلني. يعني دائما هناك في السياسات الأمريكية الإسرائيلية الأوروبية هناك شيء علني وهناك شيء غير علني، وأنا أعتقد يعني هناك بعض المكاسب التي تبحث عنها إسرائيل في هذه الحرب هي التي قد تدفع باستمرارية هذه الحرب. والموقف الأمريكي واضح، يعني حتى إذا كان هناك ضغط أمريكي على إسرائيل من أجل هذه من أجل وقف هذه الحرب، فأنا أعتقد هو ضغط من أجل يعني تخفيف وطأة ما يحصل في غزة. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل
يعني سيتبقى هي الذراع الاستراتيجي للولايات المتحده الامريكيه في الشرق الاوسط، وبالتالي لا يمكن السياسات الامريكيه ترسم في هذا الشرق الاوسط دون وجود العامل الاسرائيلي الاستراتيجي في المنطقه. وبالتالي انا اعتقد يعني المخططات الاسرائيليه التي مهد لها حركه حماس من خلال عمليته، اعتقد هي ان لا تبقى حركه حماس المشهد الفلسطيني في المستقبل. يعني حتى اعتقد يعني في حال تم القضاء على حماس في 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 غزه، لم يكن هناك ايضا سلطه فلسطينيه تطبع لحركه فتح او السلطه الفلسطينيه في ضفه، وبالتالي حتى الاشياء اللي عم تتكررها اسرائيل، واضح جدا هناك مخطط، وواضح جدا هناك عمليه كش ملك في غزه، ويراد ان ينهي ملف حماس. قد يعتقدون هو خاصره ايرانيه موجوده وسط الاستراتيجيه الامريكيه لاسرائيل. طيب استاذ ابراهيم، دعنا نبقى معك في الموقف الالماني، واخذا من الخبر الذي قراناه توا وهو كم المساعدات الكبيره التي صرحت وزاره الخارجيه الالمانيه بان حكومه المانيا الاتحاديه ستتوجه بها الى غزه. في اي اطار ياتي هذا الدعم الالماني الى قطاع غزه؟ في عملية الترقب الاستراتيجية الألمانية الفرنسية وتبادل الآراء والتواصل والخطابات والتصريحات التي تخرج من الخارجية الألمانية والفرنسية، تؤكد هناك عملية تبادل الآراء وتبادل للمواقف الأوروبية. يعني شيئا ما تخرج فرنسا بعملية الضغط على إسرائيل، وأخرى تأتي ألمانيا من أجل التخفيف عن المدنيين في غزة. أنا أعتقد المسألة المتعلقة هي أن المسألة أو الدعم الألماني سيركز على المدنيين وليس إلى أي جهة أخرى في المنطقة، وبالتالي كما قلنا دائما مصر ستكون البوابة الاستراتيجية لهذا الدعم. الخارجية الألمانية أو الدولة الألمانية يعني هي هذه الدول. أستاذ إبراهيم اوكي، يلا شكرا الله. استاذ ابراهيم انت معنا على الهواء. استاذ ابراهيم كابان، هل ما زلت معنا استاذ ابراهيم؟ تسمعني؟ طيب، على اي حال واضح انه انقطع الاتصال بالاستاذ ابراهيم كابان، ربما نعاود الاتصال به مره اخرى من برلين. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حرب غزة مستمرة ولن يوقفها شيء بما فيها الضغوط الدولية أو العقوبات. وخلال حضوره استجواب المعتقلين من الفصائل الفلسطينية بإحدى منشآت سلاح المدرعات جنوب إسرائيل، أكد نتنياهو على استمرار حرب غزة حتى آخر جندي إسرائيلي، زاعما أن تحقيق النصر فيها مرتبط بتدمير الفصائل الفلسطينية. هذا وشدد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين على أن بلاده ستواصل الحرب على قطاع غزة بدعم دولي أو بدونه. وزعم الوزير أن الموافقة على وقف إطلاق النار في هذه المرحلة سيكون خطأ وسيؤدي لتهديد سكان إسرائيل مرة أخرى على حد قوله. ودعا كوهين المجتمع الدولي إلى العمل بفعالية وحزم من أجل حماية مسارات الشحن العالمية. تأتي تصريحات كوهين على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الثلاثاء، والتي حذر فيها إسرائيل من أنها بدأت تفقد الدعم الدولي بسبب قصفها العشوائي لقطاع غزة. كمين الشاجعية وقعة جديدة فقد فيها جيش الاحتلال في قطاع غزة عددا من جنوده. وخلال اشتباكات ومعارك فقد جيش الاحتلال عددا من الجنود التابعين لأحد ألوية النخبة. الزميلة رغدة أبو ليلى تستعرض لنا تفاصيل هذه الواقعة. صنفت على أنها أقصى الضربات التي تعرض لها جيش الاحتلال منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة كمين حي الشجاعية. بدأت القصة عندما اندلعت مواجهات استمرت نحو 3 ساعات بين قوات من كتيبة المشاة في لواء جولاني بجيش الاحتلال والفصائل الفلسطينية بمحيط مبنى مهدم بحي الشجاعية شرق قطاع غزة، حيث أصيب عدد من جنود الاحتلال إثر تعرضهم لإطلاق نار وقنابل وتم فقدان الاتصال بهم. حينئذ دفع جيش الاحتلال بثلاثة قادة عسكريين للالتحاق بالمعارك خوفا من تعرض الجنود في حي الشجاعية إلى الاختطاف وتنظيم القوات في المكان.
هيئة البث الإسرائيلية كشفت عن تفاصيل أخرى للمعركة، قالت فيها إن قوات الاحتلال اقتحمت أحد المباني لتفتيشه أثناء عملية المسح الميداني في حي الشجاعية، وما إن أصبحوا بداخله حتى فتح مقاتلون فلسطينيون النار عليهم وفجروا أيضا عبوة ناسفة. قوة إسرائيلية ثالثة هرعت إلى المكان للمساعدة والإنقاذ، وفجرت حينها عناصر الفصائل الفلسطينية عبوة أخرى، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي. جيش الاحتلال أعلن أن حصيلة ما حدث هو مقتل 2 من الضباط، منهم قائد الكتيبة 13 في لواء جولاني وجندي، خلال محاولة دخوله إلى المبنى إثر انفجار عبوة خلال محاولة تفجير الباب، وآخر قتل من جراء إلقاء عبوات وإطلاق نار من المبنى. وفي أعقاب ذلك دخل جنود من جولاني إلى المبنى بعد خرق الجدار بواسطة صاروخ والعثور على جثث لأربعة جنود داخله، قبل أن يعلن لاحقا عن مقتل جندي آخر متأثرا بإصابته. ومع مقتل العسكريين الإسرائيليين 9 بحي الشجاعية، ترتفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 444 جنديا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر، بينهم 115 جنديا منذ بدء الهجوم البري في أواخر أكتوبر. عودة إلى ضيفنا من برلين الأستاذ إبراهيم كبان الكاتب والمحلل السياسي، عودنا الاتصال به مرة أخرى. أستاذ إبراهيم، كنا نتحدث سويا معك عن مسألة الدعم الإنساني من ألمانيا إلى قطاع غزة، لما في هذه المرحلة وفي أي إطار؟ بتأكيد يعني ألمانيا، سواء كانت ألمانيا أو فرنسا والدول الغربية بشكل عام، هناك قرار استراتيجي هنا في الدول الغربية، الدعم الكامل لإسرائيل والدعم الكامل للشعب الفلسطيني دون حركة حماس. أنا أعتقد الدول الغربية وخاصة ألمانيا كانت متمسكة جدا، وخطاباتها كانت واضحة جدا حول دعم إسرائيل، حتى الزيارات اللي تمت إلى إسرائيل كانت وضوح كامل دعم إسرائيل. لكن أنا أعتقد الضغوطات الشعبية وذهاب الحرب الإسرائيلية الفلسطينية إلى اتجاه قد يكون لها معنى إنساني أكثر، ظهور تحركات إسرائيلية عنيفة جدا في غزة، وبالتالي كان لابد يكون في موقف ألماني، موقف أوروبي حيال ما يحصل في غزة، على الأقل على الجانب الإنساني. وبالتالي أنا أعتقد الخارجية الألمانية وحتى النقاشات الألمانية على الصحافة الألمانية هناك اتجاه، هناك توجيه حول هناك وضع إنساني مأساوي في غزة، هناك عدد كبير من الناس المدنيين موجودين فيها، وبالتالي لابد أن يكون هناك دعم للمدنيين، وبالتالي ألمانيا هي مبادرة. يعني لاحظنا الموقف الفرنسي كان موقف شديد جدا حيال ما يحصل في غزة لصالح الفلسطينيين، على الأقل للشعب الفلسطيني. أيضا ألمانيا بنفس الاتجاه اليوم تتحدث حول دعم المدنيين في غزة، وبالتالي سوف يحصل هذا الخطاب الأوروبي سواء كان ألمانيا فرنسيا، وبالتالي سيكون هذا الخطاب متجه خلال الفترة الماضية أكثر شدة باتجاه وقف ما يحصل في غزة. وأنا أعتقد أن التحركات الألمانية يأتي من قبيل، يعني هناك ألمانيا دعم لإسرائيل عسكريا وبنفس السياق دعم للفلسطينيين مدنيا. لكن أستاذ إبراهيم، ألمانيا في التصويت الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء الماضي كانت ضمن الدول 23 التي امتنعت عن التصويت على قرار بوقف الحرب، فإذا كان يعني لدى ألمانيا رغبة في إنقاذ الوضع الإنساني كان بوسعها أن تسجل تصويتا مؤيدا لهذا القرار إذا كانت مع بالفعل الوضع الإنساني المتدهور. قد يكون الموقف الألماني اليوم، يعني القرار بإرسال المساعدات للمدنيين، هو جزء من تخفيف الضغوطات على ألمانيا نفسها، لأن الموقف الذي اتخذته ألمانيا في الأمم المتحدة كان واضح جدا حول أنها امتنعت عن التصويت، وبالتالي هي قد تكون راضية عن التحركات الإسرائيلية، وبالتالي كان لابد يكون هناك موقف أيضا ألماني مساعد للمدنيين الفلسطينيين. أنا أعتقد لا زالت ألمانيا ومنها فرنسا والدول الأوروبية تتخذ مسار الهدوء التام أو الدعم الغير مباشر أو حالة المسار الوسط، وبالتالي الوسطية التي تتخذها ألمانيا في دعم إسرائيل في مسار القضاء على حركة حماس وبنفس السياق الاهتمام بالمجال الإنساني. فرنسا بالمناسبة أستاذ إبراهيم أيدت هذا القرار، أنت تقرن بين الموقف الفرنسي والألماني، يعني أنا تقرن بينهما لماذا؟ هو موقف موحد أوروبي، يعني فرنسا أيدت هذا القرار، ألمانيا امتنعت عن التصويت، هل هو توزيع أدوار؟ دائما
أنا أعتقد دائما هو توزيع الأدوار بين فرنسا وألمانيا، يعني هو سيدتا أوروبا هما يتخذان دورين مهمين، أحدهما قد يدخل في هذا المسار والآخر يتخذ مسار آخر، ولكن في الآخر هم يصبون بنفس المسلحة الاستراتيجية الغربية، هو دعم إسرائيل في استمرار هذه الحرب، وبنفس سياق أن يكون هناك طرف أوروبي قد يميل إلى وقف الحرب في غزة، والطرف الآخر قد يكون يستمر في هذا، لأن هذه عملية موجودة في أوروبا، والدول الأوروبية والبرلمانات الأوروبية تتخذ هذه المسارات. أنا دائما أقارن بين الموقف الفرنسي والألماني، لأن هناك تساوي في هذا الموقف. لو نلاحظ هذا الموقف في كثير من المسائل، تجد أن ألمانيا تأخذ موقف فرنسي وفرنسا تتأخذ موقف آخر، وبالتالي الموقفين هما الأدوار، توزيع الأدوار بين الموقف الألماني والفرنسي، وبالتالي ما يحصل حقيقة في المسألة هو بالفعل توزيع الأدوار حتى يكون هناك كفة متوسطة في الموقف الأوروبي المبين حول ما يحصل في غزة بين إسرائيل وفلسطين. طيب سيد إبراهيم، بما أنك في ألمانيا وبرلين بالتحديد، كيف ترى الدعم الأمريكي الذي اتجه إلى إسرائيل في الفترات الأخيرة وبدأ أن يقل تدريجيا لأوكرانيا، وأنت تعلم أهمية الدعم الأوكراني في هذه المرحلة وهي تمس الحدود الأوروبية، كيف تقرأ هذه الدعوم السخية لإسرائيل؟ على جانب آخر ترى أنها قل من اتجاه أوكرانيا، ألا هذا يشكل نوع من المطالبة من الدول الأوروبية أنها لا تتجاهلين أوكرانيا في الدعم حتى هذه الحرب لا تكون نهايتها بأنك انشغلت بالجانب الإسرائيلي وأمنك الأهم بالنسبة لك؟ بالتأكيد، يعني بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، إسرائيل نمرة واحد، يعني إسرائيل لا زالت تحت الوصاية الأمريكية الأوروبية، وبالتالي القوى الغربية تجد في إسرائيل نمرة وان، مهما كانت الأسباب، مهما كانت الخلافات مع أي دولة أخرى، تبقى إسرائيل رقم واحد تحت الحماية الغربية، وبالتالي الاتجاه بثوب أو اتجاه نحو الدعم إسرائيل تأتي بالمرحلة الأولى. بالنسبة لأوكرانيا هناك دعم مستمر، أنا دائما أقول هذه المسألة، هناك أشياء تحصل من دون الإعلام، بعيد عن الإعلام هناك دعم يحصل، هناك دعم يصل لأوكرانيا، أوكرانيا لم توقف عنها دعم نهائيا، وإلا أوكرانيا. لكن هناك زيارة لزيلينسكي إلى جو بايدن، وكان يريد أن يطالب بزيادة من الدعم وأن لا تتلهى، وحتى أيضا أمريكا قدمت 200 مليون دولار ورفضه مجلس الشيوخ، إذن الدعم بدأ أن يقل بعد أن ظهرت الصورة الإسرائيلية. بالتأكيد هذا المسار بالتأكيد، لكن يجب أن نفهم هذه العقدة، عقدة وقوع روسيا في المستنقع الأوكراني، يجب أن يستمر هذه العقدة، يعني يجب أن تبقى روسيا بهذا المستنقع، يجب أن يكون هذا المستنقع بالنسبة لروسيا هو تدمير الاقتصاد الروسي، الأسلحة الروسية، وبالتالي حرب أوكرانيا لا أعتقد هي تتأثر بما يحصل في إسرائيل بشكل مباشر، لأن طبيعة حرب الإسرائيلية لا يحتاج إلى قوة العظمى حتى تكون تساعد إسرائيل. إسرائيل أساسا عندها قوة مدمرة في المنطقة ولا تحتاج كثير، ولكن قد استغلتها الحكومة الإسرائيلية من أجل أن تأخذ أو تكسب التأييد الغربي أو خاصة التأييد الأمريكي. نعم هناك دعم أمريكي تراجع عن أوكرانيا بعد الشيء ليتجه إلى إسرائيل، لكن الدول الأوروبية تعمل على مسار وفق مسارات الدعم الأوكراني والدعم الإسرائيلي. الحرب الأوكرانية سوف تستمر، لأن هذا الحرب نعم يعتبر لابد أنها تستمر بعد هذه المدة، وهذه الخسائر العالمية التي برجلت حركة الاقتصاد العالمي لابد أن يكون لديها نهاية جازمة. كيف تقرأ تغيير استراتيجية الحرب التي أعلنوا عنها، وأن هناك استراتيجية أخرى قد يتخذونها في الفترة القادمة بعد الدعم العسكري الأمريكي؟ كيف ترى أن الدعم الذي كان تعطيه أمريكا لأوكرانيا لم يجدي نفعا حتى الآن، وبالتالي سيأخذون استراتيجية أخرى لمساعدة الاستمرارية على هذه الحرب؟ ما هي الاستراتيجية التي قد تساعد غير الدعم العسكري؟ يعني أنا أعتقد يعني الاستراتيجية الدبلوماسية مع روسيا، يعني روسيا لن تتراجع عن هذه الحرب، روسيا تبقى في مواقع محددة. أنا قلت يعني هي مستنقع حقيقة للروسيا، يعني حينما خرجت أمريكا من أفغانستان تخلصت من المستنقع العراقي، المستنقع الأفغاني، بقيت على أن تبقى روسيا، تدخل روسيا بنفس المستنقع الذي وقعت في أمريكا في أفغانستان، وبالتالي المسار هنا بالضبط. دعم الأوكراني لن يتوقف، ولكن قد يعني يتراجع بعد شيء من أجل إسرائيل، ولكن تبقى المعركة الإسرائيلية ليس معركة طويلة، يعني من المؤكد جدا إسرائيل لن تستمر بهذه المعركة إلى مدى طويل، أن هناك مصالح استراتيجية عربية غربية قد تتعرض إلى حالة تشرذم، وبالتالي من المؤكد جدا الأزمة الإسرائيلية هي أزمة سريعة، وهذه الحرب سوف تكون طيب سريعا سيد إبراهيم، هل الدعم الذي قل تجاه أوكرانيا سيوفره على جانب آخر دول الاتحاد الأوروبي وبالأخص ألمانيا لأنها تمس الحدود الألمانية بشكل أو بآخر؟
سريعا اذا تكرر. بالتاكيد هي حلف الناتو بطبيعتها حاله متكامله، يعني الجميع لها اشتراك فيها وهناك دعم مباشر خلال حلف الناتو، وبالتالي انا اعتقد يعني قد لا يؤثر كثيرا ما يحصل في اسرائيل على الموضوع في اوكرانيا، ولكن اوكرانيا قد تحتاج الى الاكثر من اجل ان يعني تعود روسيا الى مواقع خلفيه، وبالتالي اوكرانيا تبحث الان عن دعم اكثر. نحن في فصل الشتاء ولا اعتقد الان يبدا عمليه اكبر من اجل استيعاب. نعم سيد ابراهيم، عندما نتحدث هنا على الدعم الامريكي لاسرائيل والدعم لاوكرانيا، عندما نقرا حاله المرونه الاقتصاديه الامريكيه انها ستستمر في هذا الدعم سواء على الجانب لاسرائيل او لاوكرانيا، واذا فتحت جبهات ايضا كيف سيكون الوضع على كل، نحن نتابع آلية الدعم العسكري والمالي الأمريكي ومرونة هذا الاقتصاد إلى أين ستقف في الفترة القادمة. أشكرك، كنت معنا من برلين السيد إبراهيم كابان الكاتب والمحلل السياسي على هذه المشاركة. مشاهدينا، ما زالت تغطيتنا مستمرة، لكن انتظرونا بعد الفاصل. منذ 1948 لم تتخلى مصر في يوم من الأيام عن مواقفها الداعمة تجاه القضية الفلسطينية، وهذا ما ظهر جلياً في الموقف المصري من العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة. كثفت مصر من جهودها مع الأطراف الإقليمية والدولية كافة من أجل التهدئة وإطلاق سراح المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية والأسرى لدى الجانب الإسرائيلي. وقامت مصر بالتعاون مع دولة قطر وبشراكة أمريكية بجهود متواصلة من أجل التوصل لاتفاق تهدئة في قطاع غزة، وهو ما ظهر مؤخراً حول اتفاق الفصائل الفلسطينية والجانب الإسرائيلي على صفقة تبادل المحتجزين والأسرى وتدفق المساعدات الإنسانية والوقود إلى مناطق قطاع غزة كافة. وبالرغم من عودة القتال، إلا أن الجهود المصرية ما زالت مستمرة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وبدء عملية سياسية شاملة لحلحلة القضية الفلسطينية التي تمثل الاهتمام الأول للأمن القومي المصري على الجانب الإنساني. ومنذ اللحظة الأولى من العدوان لم تغلق مصر معبر رفح البري في أي لحظة، كما واجهت التعنت الإسرائيلي في إدخال المساعدات الإنسانية واستخدمت أشكال الضغط كافة على الاحتلال والأطراف المعنية من أجل إدخال جميع المساعدات المطلوبة للقطاع المحاصر، كما فتحت مطار العريش لاستقبال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع المحاصرين واستقبلت عشرات الجرحى والمصابين الفلسطينيين.
مصر من خلال لغة خطابها الدبلوماسي عملت على إفشال مخططات التهجير القسري لسكان القطاع والضغط من أجل إدخال المساعدات الإنسانية واستدامتها، وكذلك التوصل إلى أفق سياسي يفضي إلى حل الدولتين، مما دفع إلى تغيير المواقف الغربية وتحولها من الدعم المطلق لإسرائيل إلى الدعوة لإدخال المساعدات. تأييداً للموقف المصري الهادف إلى بناء توافق دولي حول دعم قطاع غزة، دور محوري للقاهرة مع الأطراف كافة من أجل وقف الحرب على غزة والعودة إلى طاولة المفاوضات لإقامة دولة فلسطينية على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. الخشمان، المازون، الماين، الدلك.
كل سجون. هم جهات فرحانين عشان موتوا بابا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، نتواصل مجددا في هذه التغطية المستمرة على مدار الساعة على شاشة القاهرة الإخبارية للحرب على غزة. وفي التفاصيل، انتقد عسكريون إسرائيليون استراتيجية جيش الاحتلال في الحرب التي يشنها على الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، مؤكدين أن القتال لا يسير على ما يرام. ووفق وسائل أعلام أمريكية، أرجع العسكريون الإسرائيليون ارتفاع أعداد قتلى جيش الاحتلال إلى تغيير التكتيكات في القتال، موضحين أنه من الضروري اتباع طريقة القتال أكثر أمانا للجنود، هذا عبر الدبابات والطائرات، لأن المعركة التي يخوضها في غزة ليست هي الأفضل. كما أكد جون كيربي منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، أن تغيير حكومة بنيامين نتنياهو يعود للشعب الإسرائيلي. وذكر كيربي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر عن مخاوفه بشأن تزايد أعداد الضحايا المدنيين جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة. كما أشار كيربي إلى أن الولايات المتحدة سوف تواصل حث إسرائيل على تقليل أعداد الضحايا المدنيين خلال عملياتها العسكرية. كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد طالب من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضرورة تغيير حكومته التي وصفها بالمتشددة والأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل. وحذر بايدن تل أبيب من أنها بدأت تفقد دعم المجتمع الدولي، هذا نتيجة القصف العشوائي الذي يمارسه جيش الاحتلال بحق سكان قطاع غزة.
مع دخول العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة شهره الثالث، تتزايد الضغوط على الإدارة الأمريكية من أجل التخلي عن دعمها العسكري والسياسي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف الحرب، بعد أن تسببت المجازر الإسرائيلية بالقطاع في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين. ومنذ اللحظة الأولى من بدء عدوان جيش الاحتلال في قطاع غزة، أعلنت الولايات المتحدة دعمها الكامل لإسرائيل دون أي قيود، إلا أن الرسائل القادمة مؤخراً من واشنطن كانت على غير العادة، حيث طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن من رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بتغيير حكومته، والذي وصفها بالمتشددة والأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل، والتي لا تريد حل الدولتين. تصريحات الرئيس الأمريكي تأتي في ظل تقارير إعلامية تتحدث عن خلافات بين بايدن ونتنياهو بشأن الحرب في غزة ومستقبل القطاع، كما أن الخلافات زادت حدتها بعد تهديد نتنياهو الأخير للسلطة الفلسطينية بالحرب في الضفة الغربية إذا قررت السلطة مهاجمة إسرائيل. مسؤولون أمريكيون أعربوا أكثر من مرة عن قلقهم بسبب امتناع دولة الاحتلال عن ما وصفوه ببذل الجهد المطلوب للحد من استهداف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وهو ما حذر منه أيضاً الرئيس الأمريكي، والذي أشار إلى أن تل أبيب بدأت تفقد دعم المجتمع الدولي نتيجة القصف العشوائي الذي يمارسه جيش الاحتلال بحق سكان قطاع غزة. على الرغم من التحذيرات الأمريكية لإسرائيل ومطالبتها بعدم استهداف المدنيين في قطاع غزة، إلا أن الدعم العسكري اللامحدود من قبل واشنطن لتل أبيب لا يتوقف، وهو ما ظهر مؤخراً في حصول تل أبيب على عشرات الآلاف من قذائف المدفعية والصواريخ الاعتراضية والذخائر الموجهة بدقة، وهو ما جعل البعض يصف الخلاف الأمريكي الإسرائيلي حول قطاع غزة بأنه خلاف ظاهري من أجل حفظ ماء الوجه فقط أمام العالم. قالت الخارجية الأمريكية إنه لن يكون هناك سلام دائم في الشرق الأوسط دون تلبية تطلعات الشعب الفلسطيني، وأضافت أن أي تكتيك عسكري تنفذه إسرائيل يجب أن يتوافق مع القانون الدولي، بينما رفضت الخارجية الأمريكية التعليق على تقارير إغراق إسرائيل أنفاق حماس بمياه البحر. أفاد مسؤولون أمريكيون بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ بالفعل عملية ضخ مياه البحر إلى مجمع الأنفاق الضخمة التابع لحركة حماس في غزة. وأوضح المسؤولون الأمريكيون أن عملية إغراق الأنفاق ستستغرق أسابيع، ومؤكدين أنها واحدة من عدة تقنيات تستخدمها إسرائيل، هذا لمحاولة تدمير البنية التحتية. بعدما أظهرت إسرائيل خلال الأيام الماضية نية لإغراق أنفاق حركة حماس في غزة، يبدو أنها بدأت بمرحلة التنفيذ. جيش الاحتلال بدأ بالفعل في ضخ مياه البحر إلى مجمع الأنفاق الضخم التابع لحركة حماس في غزة، وفقا لمسؤولين أمريكيين مطلعين على العمليات. وجاءت الخطوة كجزء من جهد مكثف لتدمير البنية التحتية تحت الأرض التي تدعم الحركة وعناصرها. كما أضاف المسؤولون أن خطوة إغراق الأنفاق بالمياه من البحر الأبيض المتوسط والتي لا تزال في مرحلة مبكرة هي مجرد واحدة من عدة تقنيات تستخدمها إسرائيل لمحاولة تدمير البنية التحتية للفصائل الفلسطينية. وتابعوا أن عملية الغمر ستستغرق أسابيع، موضحين أن إسرائيل أضافت مضختين أخريين إلى المضخات الخمس التي تم تركيبها الشهر الماضي وأجرت بعض الاختبارات الأولية، ولفتوا إلى أن فائدة استخدام مياه البحر في متاهة واسعة تحت الأرض تمتد لحوالي 300 ميل وتتضمن أبوابا سميكة لا تزال قيد التقييم من قبل الإسرائيليين، في حين رفض متحدث باسم وزير الدفاع الإسرائيلي التعليق على هذا التطور قائلا إن عمليات الأنفاق سرية، كما لم تشر تل أبيب إلى مصير الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس مع بدء عملية الإغراق. يشار إلى أن القوات الإسرائيلية كانت استعدت الأسبوع الماضي لإغراق متاهة الأنفاق التي تستخدمها حركة حماس تحت قطاع غزة بمياه البحر.
في تصريحات خاصة للقاهرة الإخبارية قال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ناثان تيك إن واشنطن تقدم النصائح لإسرائيل بضرورة حماية المدنيين في قطاع غزة. وأشار ناثان تيك إن الإدارة الأمريكية تعمل على عدم إطالة زمن الحرب في قطاع غزة وإقرار الهدوء بالمنطقة. سنستمر في مباحثاتنا حتى على مستوى الرئيس ووزير رئيس الوزراء نتنياهو لحث الإسرائيليين على ضرورة حماية المدنيين. نحن نعتقد بأننا لدينا سجل ناجح من الإنجازات من ناحية تخفيف معاناة للشعب الفلسطيني. نحن نجحنا في إقناع الإسرائيليين لدخول المساعدات الإنسانية في المقام الأول. نحن نجحنا في إقناع الإسرائيليين على الوفاق على يعني هدنات مؤقتة في القتال. ونحن سوف نستمر في جهودنا الدبلوماسية مع أصدقائنا الإسرائيليين. أغلق عشرات المواطنين الأمريكيين طريقا رئيسيا سريعا في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، هذا احتجاجا على استمرار الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين بقطاع غزة. وعبر المتظاهرون عن استيائهم من استمرار الدعم الأمريكي لجيش الاحتلال عسكريا وسياسيا، مطالبين بالدفع نحو وقف إطلاق النار فورا في قطاع غزة وحماية المدنيين الفلسطينيين من الانتهاكات الإسرائيلية. واعتقلت شرطة كاليفورنيا نحو 75 شخصا من المتظاهرين. أكد مسؤولون أمريكيون أن إدارة الرئيس جو بايدن سترجئ بيع صفقة أسلحة لإسرائيل تضم 20,000 بندقية من طراز M16. وأفادوا أن لوسائل إعلام أمريكية بأن سبب الإرجاء يعود لتزايد المخاوف من هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وأوضحوا أن الإدارة الأمريكية تعاملت بحذر مع الطلب الإسرائيلي على الرغم من الموافقة عليها، هذا في أعتاب هجوم 7 أكتوبر، وذلك بعد قيام وزير الأمن القومي المتطرف يتمار بن غفير بتوزيع البنادق على المستوطنين في الضفة الغربية الشهر الماضي، وأيضا عدم اتخاذ الحكومة الإسرائيلية ما يكفي من إجراءات هذا لمعالجة عنف المستوطنين. يبدأ مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان زيارة إلى إسرائيل يوم الخميس. ومن المقرر أن يلتقي سوليفان خلال الزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتزوغ، حيث سيناقش مسألة تزايد الضحايا المدنيين في قطاع غزة، وحث إسرائيل على مراعاة هذه المسألة. سلسلة من الزيارات المرتقبة لمسؤولين أمريكيين يحطون رحالهم في إسرائيل لمناقشة تطورات مستجدات الحرب في غزة. واستعدت الحكومة الإسرائيلية لتلك الزيارات بعدد من الاجتماعات لصياغة موقف نهائي لعرضه على المسؤولين الأمريكيين، مع جملة من الطلبات العسكرية والسياسية لاستكمال ما تزعم بأنه تحقيق لأهداف الحرب. هذه الزيارات يستهلها مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جاك سوليفان، وسيعقبها مباشرة زيارة لرئيس هيئة أركان الجيوش الأمريكية الجنرال تشارلز براون. وستختتم سلسلة الزيارات الأمريكية لإسرائيل باجتماعات لوزير الدفاع لويد أوستن، ولمحو ما بدا على أنه خلاف بين بايدن ونتنياهو حول إدارة الحرب. انطلقت التأكيدات من داخل البيت الأبيض لوسائل الإعلام الأمريكية بعدم وجود أي خطوط حمراء أو شروط لدى الإدارة الأمريكية
فيما يتعلق بنقل الأسلحة والمساعدات الأخرى لإسرائيل خلال حربها في غزة، على الرغم من المعارضة القوية للدعم المقدم لإسرائيل من الحزب الديمقراطي ومنظمات حقوق الإنسان. وبالرغم من هذا الدعم الأمريكي، فإن هناك مخاوف إسرائيلية من أن تكون زيارة سوليفان تحمل في طياتها ضغطاً على حكومة نتنياهو لتحديد موعد لإنهاء الحرب في غزة، وهو ما أشارت إليه تقارير إعلامية إسرائيلية. وما بين الانتقاد الأمريكي لإسرائيل علناً لسقوط أعداد كبيرة من المدنيين والدعم العسكري اللامحدود سراً لقتلهم، جاءت كلمات وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين لتؤكد رسمياً أن إسرائيل ستواصل حربها في غزة سواء توفر لها دعم دولي أو بدونه، زاعماً أن وقف إطلاق النار في غزة حالياً بمثابة تقديم الدعم للفصائل الفلسطينية لعودة نشاطها في تهديد سكان إسرائيل. ولتفاصيل أكثر ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان السيد عادل محمود الكاتب والمحلل السياسي، أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. بداية، زيارة سوليفان إلى إسرائيل الخميس المقبل كما أشاروا، وأنه يحمل في طياته حق المدنيين وكيفية التعامل في هذه الحرب، ما هي الملفات الذي يحملها دون الذي أو غير الذي أعلن عنها حتى الآن برأيك في هذه الزيارة بالتحديد؟ صباح الخير لك ولجميع المشاهدين أيضا. طبعا زيارته هي انعكاس للموقف الأمريكي الجديد على أثر التصريحات الإسرائيلية ضد السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وإعلانها الحرب، كما صرح نتنياهو أنه واجب يواجه السلطة الفلسطينية. هذا السبب الرئيسي، أولا تطمين للسلطة الفلسطينية، ثم لإعادة حكومة نتنياهو إلى مسارها ما قبل الضجة الأمريكية من قبل بايدن. هذه التصريحات لبايدن عليها كثير من علامات الاستفهام، واعتبرها تصريحات خطيره جدا، رده فعل ليس على اثر موضوع حرب غزه. هناك تطور كبير اصبح بعد التصريحات الاسرائيليه والحكومه المتطرفه التي دعا بايدن الى تغيير اعضائها او تعديل مسارها. ايضا في المقابل هنالك ضغوطات دوليه ظهرت بالتزامن مع تصريحات بايدن، ضغط دولي على بايدن والحكومة الأمريكية بعد الفيتو. في الحقيقة لو أرادت الولايات المتحدة الأمريكية تغيير موقفها لما لجأت إلى الفيتو، أي إيقاف الحرب، بمعنى أنه ناتج عن تطورات جديدة، تغول إسرائيل في التصريحات والمخاوف من القضاء على عملية السلام ككل، هذا يرفضه الأوروبيين. وظهر أيضا بيان كندا، نيوزيلندا، أستراليا يدعو مباشرة لوقف اطلاق النار وليس هدنة. هذا تطور هام جدا في المجتمع الدولي، وهؤلاء الدول استراليا وكندا تعلمي لهم تحالفات في بحر الصين مع الولايات المتحدة الأمريكية. إذا الزيارة هامة جدا، لن تتحدث عن عملية وقف اطلاق النار أي المهلة الزمنية، هي ردع التصريحات الإسرائيلية وعدم الإقدام على التغول في الضفة الغربية. ذكرنا مرارا وتكرارا في قناتكم الكريمة أنه خط أحمر دولي موضوع اللجوء إلى حرب شاملة أو القضاء على السلطة الفلسطينية. بقاء السلطة الفلسطينية، بقاء السلام، هذا نتنياهو بجنونه نسف عملية السلام حين قال. لكن سيد عادل، يعني نتنياهو وجميع التصريحات التي تصدر من قبل الجانب الإسرائيلي هي تؤكد أن الحرب مستمرة إلى تحقيق الأهداف، وأيضا هناك أمريكا لديها بعض الدعم والضوء الأخضر المستمر. هل ترى أنت ترى أن هناك فجوة بدأت أن تحدث بين الجانب الأمريكي وإسرائيل في الفترة الأخيرة، وأنه يريدون أو يبحثون على طريقة تكتيكية لإيقاف هذه الحرب بشكل أو بآخر؟ لا يا سيدتي، ما حصل من ضجة سياسية دبلوماسية لا له علاقة بحرب غزة. نحن نتحدث بوضوح، ضجة الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي على تصريحات إسرائيلية واضحة فجة في إنهاء عملية السلام. يقول المواجهة السلطة ورجالات السلطة، هذا يعني إعلان حرب. هذا ما حصل. موضوع غزة مختلف، الدعم الأمريكي مختلف، ولا يبحثون عن تكتيكات. هذه بدء مسار الخلافات السياسية بين نتنياهو وبايدن، بدأت والحرب لا تنتهي إلا بما نقول
بداية الحرب نهايتها هي نتيجة الخلاف الأمريكي الإسرائيلي على الأهداف. نتنياهو له هدف احتلال غزة ككل، أمريكا تريد السلطة بعد حماس. الآن ذهبت الأمور إلى مسار آخر تطرفا، أي نسف عملية السلام. ماذا يعني لمصر، للأردن، للمجتمع الدولي، للاتحاد الأوروبي الذي يرعى السلطة؟ الرجل واضح، رجالاته واضحين. ماذا إذا ذهبوا إلى نابلس وجنين وتم تفريغ سكاني؟ ماذا سنفعل؟ هذا ما حصل. الحرب شيء، غزة ودعم أمريكا هذا شيء، لكن هي الأبرز الآن غزة سيد عادل، ربما والضفة الغربية وما يحدث بها حتى الآن. البعض ذكر أنها تحت السيطرة ولا يكون هناك توسع. يا سيدتي الأكيد غزة، نحن نتحدث عن تطور جديد، يعني قدوم المسؤول الأمريكي له أبعاد سياسية أكثر ما هي عسكرية. يعني الذهاب إلى رام الله مقابلة الرئيس محمود عباس، وأيضا الذهاب إلى إسرائيل، هذا التطور الحاصل. لكن متى تنتهي الحرب؟ كيف شكل الحرب؟ بدأت نظر نهاية الحرب نتيجة الفجوة بين أمريكا وإسرائيل على بنك الأهداف. هذا الرجل نتنياهو له أبعاد احتلال فلسطين ككل. هذا المشروع الإسرائيلي ليس غزة، احتلال الضفة الغربية وأنهاء السلطة. هو لا يريد أصلا السلطة في ما بعد حماس، كان كلامه واضح نتنياهو، لا يريد السلطة بعد حماس، واضح الكلام، التصريحات الرسمية واضحة. استمرار العملية بدعم دولي بدون دعم دولي قالها وزير الدفاع ووزير الخارجية أمس الإسرائيلي. هذا شيء وهذا شيء آخر. نحن نتحدث اليوم عن تطورات هامة على الصعيد الدبلوماسي وانعكاسها على الحرب. يعني في ما اذا اصر نتنياهو واسرائيل الذهاب والاقدام على الضفه الغربيه بعد غزه او اثناء غزه، هذا يعني رفع الغطاء الكامل عن نتنياهو واسرائيل في حرب غزه. لكن هل يتوقع يا استاذ عادل ان يعني تعمد اسرائيل خلال المرحله القادمه الى جر السلطه الفلسطينيه الى مواجهه عسكريه من خلال التطورات الاخيره التي اشرت اليها؟ يعني في الحقيقة في العمق الاستراتيجي لا تستطيع إسرائيل العزف منفردا بدون الراعي الأول للحرب. يعني تصريحاته التي استفزت السلطة نفسها، استفز رجالات السلطة، أن ماذا الذي يبحث عنه نتنياهو واضح، لا يريد السلطة ككل، يا رجل مشروع احتلال كامل لفلسطين. ماذا تسمي التغول في جنين ونابلس وغزة؟ ماذا تسمي أيضا مخالفة الراعي الأول للحرب حين يقول لا نريد سلطة فلسطينية في غزة؟ هذا يضرب مشروع بلينكين منذ 3 شهور، وهو يذهب ويأتي للمنطقة ويقول ما بعد حماس، ويناقش الجانب المصري ويرفض الجانب المصري، ويناقش الدول العربية ويرفضون الحديث إلا عن وقف إطلاق النار. أنا من وجهة نظري الحرب هذه بدأت نظر نهايتها نتيجة الخلافات، وتوقعت في قناتكم مرارا وتكرارا أن الخلاف الأمريكي الإسرائيلي هو من سيؤدي إلى انتهاء الحرب. طيب هنا هذا يدفعنا إلى التساؤل عن زيارة جاك سوليفان اليوم الخميس إلى إسرائيل، ما المستهدف منها، خاصة وأنه سيعقبها زيارة أخرى لرئيس أركان الجيوش الأمريكية ثم لويد أوستن وزير الدفاع؟ يعني أول زيارته ضبط إيقاع التصريحات الإسرائيلية المتطرفة التي استفزت بايدن والمجتمع الدولي. بايدن لا يستطيع مواجهة المجتمع الدولي حين تذهب إسرائيل إلى نسف عملية السلام ونسف أوسلو وربما اتفاقيات وادي عربة وإلى آخره. نحن نتحدث أيضا عن رئيس الجيش الأمريكي، هو لما هو قادم في المنطقة، هناك إنشاء تحالف دولي لحماية المساحة البحرية في موضوع باب المندب، يعني لن يأتي إلى إكمال المسيرة مع نتنياهو والتغول في احتلال غزة. هذه الزيارات الأمريكية هي نتيجة مسارين. المسار الأول ضبط الحكومة الإسرائيلية من الداخل وعدم الإجراف والجنون، يعني هذا الجنون يعتبر نسف عملية السلام وإلغاء السلطة ومواجهة السلطة عسكريا ومسلحة. ماذا ستفعل السلطة إلى الآن وهي لا تفعل شيء في جنين ونابلس؟ لكن إذا تطورت المواجهات بين السلطة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، ما هو الموقف العربي، الدول التي لها علاقات سلام، ما هو الموقف الأمريكي والدولي؟ أعتقد من وجهة نظري هذا السبب الرئيسي للمسؤول الأمن القومي الأمريكي زيارة ضبط إسرائيل. إن لم تضبط
ستذهب الامور الى رفع الغطاء عن الحرب وتبدا الولايات المتحده الامريكيه نتيجه ايضا الفيتو. لا تنسى هنالك صحوه يعني لم يستفيق بايدن من اجل الانتخابات او موضوع اسرائيل، هو استفاق ان هنالك ضغط مجتمع دولي غير مرئي ومرئي نتيجه. لكن هل يتوقع في ضوء هذا الكلام استاذ عادل ان يظهر في الافق اي بوادر اتفاق ما، هدنه انسانيه، يعني عمل وقف ولو مؤقت لهذه الحرب او وقف دائم؟ يعني ارجح هو بنهايه المطاف ايا كان الوقت الزمني هو سينتهي باتفاق مصري ضمانه قطريه برعايه امريكيه، هذا السيناريو الارجح الاقرب، وتذكر مع قادم الايام هو الارجح هو الاقرب. هدنه انسانيه مماثله للسابقه ام وقف دائم؟ الهدن القريبه ان لن تتكرر الماضي، ان ذهبوا الى هدن هي نتيجه الفشل العسكري في منطقه الشجاعيه وجنوب غزه. اسرائيل وامريكا ان لجات للهدن نتيجه الفشل العسكري والذريع الى الان لم تحقق اهدافها لا هي ولا امريكا في جنوب غزه. الامريكان يريدون ما بعد حماس والقضاء على حماس ومنطقه منزوعات السلاح، واسرائيل تريد احتلال غزه ككل كموضوع الامني، لا هذا حصل على هدفه ولا هذا حصل على هدفه، نتيجه الصمود للمقاومه. في الحقيقه الايام القادمه ستثبت ابهار هذا نتيجه الفشل الذريع، لكن هل في نهايه المطاف هذه الحرب طويله الامد؟ واضح من الخلافات وليس تكتيكات امريكيه اسرائيليه. لا يلعبوا ادوار هكذا، الجديد الاهم في الملف الفلسطيني ان كان في غزه والضفه هو الجنون الاسرائيلي في نسف السلطه الفلسطينيه والاستعداد لمواجهتها عسكره، بمعنى الغاء السلام، وهذا يخالف كل المجتمعات الدوليه بكل اطيافها من امريكا اوروبا الدول العربيه. نعم، طيب سيد عادل، انت تقول ضبط ايقاع الحرب والجنون الاسرائيلي الذي يمارسه سواء في الضفه الغربيه او في قطاع غزه، الجانب الحمساوي كيف هو مستعد لاي مفاجآت اسرائيليه في الفتره القادمه وطول امد هذه الحرب، اذا كان نتنياهو يشير الى انها ستطول لفتره اطول، وعندما سالوه في مؤتمر صحفي لربما امس او قبل امس قالوا له متى سنعود إلى منازلنا، وقال في 2024، يعني إن الحرب ستستمر فترة أطول. الاستعداد الحمساوي لهذه الفترة الطويلة، وأنت تعلم توازن القوى في هذه المسألة، كيف تقرأها؟ يعني في الحقيقة ميدانيا أنا أرجح أن إسرائيل تفاجأت ومن يرعى الحرب تفاجأت، يعني نحن دخلنا في حرب الأنفاق، هذا هام جدا. الميدان يعطي ان حماس في حاله ليس استنزاف، هي في حاله صمود لاجل البقاء، يعني هي تعي ان الخطه الدوليه بدات ملامحها تتكشف، اي انهاء حماس وتجهيز حماس. اليوم القتال من اجل الصمود، من اجل الشهداء، وايضا من اجل البقاء سياسيا. يعني اعتقد من وجهه نظري ستستخدم كل ما لديها، وحصل هذا في موضوع الشجاعيه، وتفاجات اسرائيل في الخسائر عسكريا أصعيد الضباط وغيره، وتألمت إسرائيل، يعني حين حتى وزير الدفاع زار المنطقة والتصريحات والوجوه تعطي إشارات أمس أن هنالك حالة صدمة وذهول من الخسائر. بدأت حرب الشوارع، حرب الأنفاق تعطي ثمارها ونتاجها، لذلك الرهان الحقيقي محليا هو في غزة، صمود حماس، ولا نتحدث عن موضوع التحالفات والتأييدات لحماس او غير حماس. انا ارجح ان يعني سقطت غزه سيسقط الكثيرون ايا كانوا الدول او الى اخره. انا من وجهه نظري الى الان هناك اشارات ايجابيه لفشل المشروع الامريكي نتيجه صمود المقاومه، غير ذلك لا تعول لا على الموقف الدولي وصمته ولا على فشل هذا، لكن لنراقب الفجوة التي حدثت خلال الأيام الماضية، الفجوة الدبلوماسية بين إسرائيل وأمريكا نتيجة السلطة الفلسطينية وليس موضوع غزة، لذلك حماس ستستثمر هذا الأمر وستزيد من مقاومتها، لأن بنك الأهداف بدأ تدريجيا لا يحقق أهدافه. ماذا حرب ل 2024؟ استبعد إسرائيل، لاحظي الجندي الإسرائيلي في نفسيته لا يتحمل القتال الطويل.
أيضا الاقتصاد الجندي لم يحقق شيء على أرض المعركة سيد عادل، وأنت تعلم هذا الشيء. المعركة تتحدث عن أن الجنود لا ينجزون شيء في هذه المعركة، والقصف والدك خارجيا بالطائرات والعتاد. إذن هل ترى أن برأيك في المرحلة القادمة حان الوقت لوحدة فلسطينية أو يعني وحدة وطنية فيما بينهم استعدادا لإيقاف هذه الحرب بشكل من الأشكال في أي وقت، ويكونون على تحالف قوي ونظرة أنهم يديرون يعني فلسطين بشكل عام سواء في الضفة أو في قطاع غزة، حتى لا يكون هناك تداخل دولي كما يعلنون وإدارات تدخل لتدير قطاع غزة؟ وانت تعلم الجانب المتحدثين باسم حماس هم يعلنون ان حماس او غزه لا تصلح دون حماس. يعتمد على الى اين مسار الاحداث ذاهبه في سيناريو نهايه الحرب. يعني الجرح الفلسطيني عميق جدا، يعني هل القوه والدمار التي حصلت هي ستؤدي الى المصالحه الفلسطينيه؟ أم أن هنالك ترتيبات جديدة لسلطة جديدة؟ لاحظي يعني هذا سيناريو هام جدا، يريدون سلطة جديدة في غزة، يريدون توسعة السلطة الفلسطينية، يريدون تغييرات. هذا هام جدا، لأن بنهاية المطاف إسرائيل أداة في المجتمع الدولي، لا تصنع سياسات، لا تصدر سياسات، سياسات ترضخ لما هو قادم لشكل ملامح فلسطين الجديدة. نحن نتحدث عن حرب مفتوحة، لا نستطيع أن نذهب إلى مصالحة فلسطينية، المفروض كانت قبل الحروب. لكن والجميع يعي أن هنالك شيء ما في الأفق، إن كانت السلطة وحماس قبيل الحرب كانت نذر دائما على بداية الحروب سيد عادل يكون هناك مثلا حكومة طوارئ حتى يتحالفوا ويستعدون بتخطيطات لهذه الحرب، فلابد في أزمة زي كهذه أن يكون هناك تحالف وطني فلسطيني حتى لا يعطون دور أو فرصة للجانب الإسرائيلي أن يقول مع من نتفاوض وهم منقسمين، أو الجانب الأمريكي عندما يقول كفى حرب ونبدأ أن نبحث عن من يدير قطاع غزة، يكونون هم مستعدون أن يديروا فلسطين بشكل عام سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية. ألا يكون هذا وقت مناسب حتى أن تقف الحرب ويكون هناك استعداد أن يديروا القطاعين؟ سيدتي بتجريدية بواقعية بعيدا عن الاستفافات، حماس مخذولة من موقف السلطة، والسلطة أيضا مصدومة بما حصل دون علمها بموضوع 7 أكتوبر. هناك خلل بنيوي حصل بين الطرفين، حماس تريد طوفان في الضفة كما 7 أكتوبر، هذا واضح جدا، هذا سيكون له انعكاسات. أنت تتحدثي عن ربما تقارب، أنا أتحدث عن تباعد نتيجة أيضا السيناريوهات التي ستفرض على الجانبين. السلطة الفلسطينية هي الحالة الأضعف الآن، لم تدافع عن شعبها في الضفة الغربية، لم تقف أيضا بموضوع غزة، حماس تريد الانضمام للمقاومة، السلطة تقاوم من خلال مسار الدبلوماسية، هذا الخلاف بين الطرفين، حماس تدافع أو تقاوم بسلاح، هذا يعني الجميع وطني، لكن الخلاف بموضوع البحث عن ما نقوله التوحد أو الاستفاف أو عودة الطرفين إلى ما يسمى إلى بعد انقضاض حماس على السلطة في غزة. نحن اليوم أمام نتائج الحرب، أهم شيء ليس البداية، نهاية الحرب إلى أين ستؤول الأمور. من المبكر أن نقول سيذهب الطرفين إلى مصالحة وطنية، قد لا يكون طرفين بالأصل، لأن نتنياهو واضح مشروعه، ذهب اليوم إلى نصف السلطة، مواجهة السلطة. فكيف حماس الآن؟ حماس مهما كانت هناك البنية التحتية، هناك نقول أدواتها قوتها، لا نقول اليوم حتى يؤثر نفسيا أن هناك يأس، هناك أيضا تم انخفاض قوة حماس في مدى انعكاسها. هل تصلح غزة للعيش بما شاهدنه من حمام الدم والفيضانات وأيضا الكوارث الطبيعية وسقوط المنظومة الصحية؟ كيف سيتم الاستشفاء من هذا الأمر؟ هل الدول التي ستعيد إعادة أعمار غزة مشروطة؟ هذا كلام هام جدا. يعني ما طيب بعد عادل، في ضوء هذا الكلام أنت توقعت أن قرب انتهاء أن تنتهي هذه الحرب عن قريب، يعني وفق أي صيغة يمكن أن تنتهي؟ تنتهي نتيجة نظر الخلاف الذي بدأ واضح بين أمريكا وإسرائيل، هذا هو السيناريو الأقرب. يعني الهدن
هي نتيجة الفشل على الميدان. الحرب ككل تنتهي حين تبدأ أمريكا في الذهاب إلى السيناريو الثاني من فصل الحرب، أي المواجهة في المنطقة والإقليم. لن تذهب الأمور إلى انتهاء في حرب غزة إلا أمريكا تكون حصلت على ما يسمى البداية، في البداية وتشكيل تحالف المناحة البحرية والذهاب إلى أهدافها الاستراتيجية. أخذت غزة ذريعة للحرب الإقليمية. لن تنتهي حرب غزة إلا من خلال بوابة الخلاف الإسرائيلي الأمريكي وتحقيق أمريكا هدفها الانتقال. لكن ألا ترى أن المراهنة يا أستاذ عادل على الخلاف، أو ما سميته الخلاف الأمريكي الإسرائيلي، مراهنة قد تكون خاسرة؟ لأن يعني أمريكا لديها التزام تاريخي تجاه إسرائيل، لا يمكن يعني أن تخذلها حتى لو ذهبت إلى أبعد مدى في التقتيل والإجرام، يعني هكذا تقول بعض التحليلات. يعني يا سيدي، أمريكا ماذا ربحت من حرب غزة؟ لا شيء. أمريكا لا تعمل لدى إسرائيل، إسرائيل تتبع أمريكا. نقول بوضوح هنالك هدف، وقلتها من ثلاث سور، نحن نتحدث عن ذهاب أمريكا لترتيب الشرق الأوسط من خلال مواجهة الميليشيات في العراق ولبنان وسوريا وأيضا اليمن. إيران تجر رجل أمريكا من خلال باب المندب ومضيق هرمز، لأن أمريكا تريد المواجهة في بلاد الشام. هذه الحرب ستنتهي لسببين. السبب الأول، أن تحققت نقطة البداية. الآن أمريكا مستعدة، نقطة البداية بدء الحرب الإقليمية تلقائي ستهدى في غزة وفي فلسطين. التعويل على الخلاف الأمريكي طبعا، لأن أمريكا خسرت المجتمع الدولي. هذا الانعكاس، الخسارة ليس موضوع الانتخابات الأمريكية، ليس موضوع الموضوع الرأي العام. المجتمع الدولي، الدول الوازنة، الدول التي تؤثر وتضغط حتى على الداخل الأمريكي، هي من ستغير المسار بين العلاقة بين تل أبيب وواشنطن. أنا من وجهة نظري، نحن ليس موضوع بدء نهاية الحرب فقط، نحن مع بدء الفصل الثاني أيضا في المقابل للحرب الدولية. إن تم إنشاء التحالف وزيارة المسؤولين الأمريكان للمنطقة، أعتقد إنشاء التحالف المناحة البحرية خلفه حرب شاملة وكاملة للهدف الأمريكي الأساسي للقدوم للشرق المتوسط أو التغول في البحر الأحمر، وتأثيراته طبعا اقتصادية. ونتمنى لا يحصل هذا السيناريو، وتفشل كل الخطط الدولية في المنطقة، لأن المنطقة لا تحتمل إغلاق البحر يعتبر العالم. سيد عادل، أمريكا إذا كانت تريد أن تنهي هذه الحرب كانت أنهتها منذ بدايتها أو الشهر الأول على الأقل، ونحن لا نرى إنجاز واضح من الجانب الإسرائيلي، والجميع الجبهات الأخرى يعني هي محدودة، وأمريكا تستطيع ضبط إيقاع وتوسع هذا النطاق في الفترة التي نشهدها الآن. لكن اللوب اليهودي الذي الجميع أشار إليه أنه هو من يدعم هذه الحرب، هو من يجعل إسرائيل تستمر حتى تنفذ الكنز الذي نعول على أو هم يعولون عليه، وهو يعني أنت تعلم التطهير والاحتلال لغزة والتهجير القسري، وهذا هو الذي يعتبر هدف غير معلن بالنسبة للعالم، وهم يحققون هذا بشكل أو بآخر. نحن نشاهد يعني دموية الحرب ويعني الدمار الشامل الذي حدث والتهجير إلى الجنوب، وماذا ننتظر بعد دخولنا في الشهر الثالث بهذه الدموية؟ هم يعني يظهرون أنهم يحققون أهدافهم الذي يعلنونها، لكن في واقع الأمر هو الهدف والكنز الاحتلال والتطهير. سيدتي، أمريكا موضوع تريد أو لا تريد إيقاف الحرب، لو لم يكن لها أهداف وغايات في نفس العقوب لم تذهب برعاية شخصية، كانت تدعم إسرائيل من بعيد، وهي ألمانيا وغيرها، كما حصل في حروب غزة السابقة، جاءت شخصيا إلى المنطقة. لكن هذه الحرب ليس لها حرب. مثيل يعتبر. بالضبط، لأن الأهداف أعمق في المنطقة، وهنالك قلق لدول الطوق وغيرها وحتى دول الخليج وبعض الدول علمك لم تستفيق بعد. كل من أدار ظهره لحرب غزة سيتمنى لو تم إيقافها مبكرا. اللوبي اليهودي وتأثير انتخابات وجر أمريكا. سأعطيك مثال سيدتي، ترامب أعطى الجولان والقدس على طبق من ذهب لنتنياهو. هل تم إنجاح
الاحترام في الولايات الثانية، بالعكس تم إسقاطه نتيجة أن المجتمع الدولي شعر أن أمريكا خرجت خارج السيطرة، أصبحت تخرج من المؤسسات الدولية من المناخ وغيره، وجاء بايدن يعيد المسار. اليوم بايدن تورط من خلال نتنياهو وهو وجه يعني نقول فال سيء على ترامب وبايدن، شوه الصورة الرئيسين، يعني كل رئيس أمريكي يتعامل مع نتنياهو يخرج بصورة سوداء. موضوع اللوبيات وتأثيرها في الانتخابات، أنا من وجهة نظري ربما الجميع يرى هذا شيء آخر، أنه تأثر الانتخابات الأمريكية لو كانت تتأثر فنجح ترامب. الدولة العميقة الأمريكية لها حسابات ومصالح أبعد من إسرائيل، تبقى إسرائيل طفل مدلل مدعومة، هذا الشيء. لكن الأهم أمريكا جزء من المجتمع الدولي، ليس تقود العالم وحدها. حين تذهب إلى حرب تأخذ معها على اليمين، يدها اليمين بريطانيا مثلا، واليوم بريطانيا ظهرت في المنطقة ليس طائرات استطلاع من أجل غزة، بالعكس لاحظي التصريحات الأمريكية البريطانية كما في أوكرانيا هي الناطق العسكري وأمريكا السياسي. اليوم بدأت في البحر الأحمر البحرية البريطانية تتحدث، أنا أتحدث عن استراتيجيات تحرك الدول. أمريكا بنهاية المطاف جزء من المجتمع الدولي، أخطأت في الفيتو واستفاقت ثاني يوم على صداع سياسي مع المجتمع الدولي، انعكس على أيضا نتيجة التصريحات الجديدة التي أطلقها وهي صادمة في الحقيقة، إلغاء السلطة الفلسطينية. أنت تعلم ماذا يعني هذه دولة تريد فعلا عقلية القلعة ولا تريد السلام مع الجوار وغيره، نسفت كل اتفاقية السلام. لذلك أنا من وجهة نظري نحن اليوم أمام تسارع الأحداث نحو الفصل الثاني. إن لم يحقق بايدن إلى الآن أهدافه ستستمر هذه الحرب، يريد الانتقال سريعا، أهدر الوقت، يعني بمعنى هو أخطأ الوسيلة وأضاع الهدف. كيف أخطأ الوسيلة؟ استخدم نتنياهو وإسرائيل لذريعة حرب الإقليمية، أضاع الوقت وأخطأ الهدف حين استخدمه. لذلك نحن أمام اليوم تململ أمريكي وصداع أمريكي من التغول الإسرائيلي في الضفة الغربية. الحرب في غزة نعم صادمة ومؤلمة، والجميع يترقب والجميع يحلل ونتابع المحطات، لا أحد يعلم متى ستنتهي الحرب وما هي أهداف بنك الحرب، لأن الهدف الاستراتيجي اليوم بدأ يتكشف نتيجة أن الولايات المتحدة الأمريكية أرخت الحبل للميليشيات في السيطرة والقصف للسفن النرويجية وغيرها إلى الوصول إلى الحرب الإقليمية لترتيب الشرق الأوسط. ماذا يعني إنهاء حماس مثلا؟ لماذا يريدون إنهاء حماس وثم الذهاب لحزب الله وإنهاء حزب الله؟ هل نحن تحت مظلة إنهاء حماس سندمر غزة بالكامل، ندمر بيروت تحت مظلة حزب الله والميليشيات في العراق، ندمر بغداد وصنعاء؟ اليوم آلة الحرب ستصطف جميعا المجتمع الدولي في الفصل الثاني وليس في الفصل الأول. هنالك خلافات فجرة، المجلس الأمن اهتزت مكانته نتيجة الانقسامات في المجتمع الدولي في حرب غزة. يعني حين تورطت أمريكا مع نتنياهو والدموية والمستشفيات وإلى آخره، هذا بالنسبة للمجتمع الدولي أسقط صورته، لذلك بدأت الشوارع تتفجر في المظاهرات، وأيضا المجتمع الدولي بدأ يؤثر على صاحب القرار الولايات المتحدة الأمريكية. يعني أستاذ عادل، إفاق كامل. طيب يعني إذا في ضوء كلامك هذا، لن تحسم الحرب عسكريا أو لن تحسم ميدانيا؟ يعني هو في تحقيق أهداف يحلم بها العقل الحكومة وليس نتنياهو، الجميع يضع الخلل في نتنياهو. الحكومة نفسها تركيبتها مجلس الحرب كلها متطرفة، لديها أهداف معلنة تريد احتلال، ليس إذا ذهبوا إلى احتلال غزة ولو تحققت أمريكا لا تعني هذا الشيء. يعني صحيح عطت لقاءات ثلاث لمصر، ألا احتلال ألا تهجير ألا تجزئة، لكن لم يلتزموا على الميدان صورة أخرى. إسرائيل ومن معها في الحرب أمريكا توغلت في غزة، لكن على الأرض عسكريا وسياسيا هذه الحرب ستنتهي، وأنا أقصد غزة بلا حصاد، كان هجوم بري بحري إلى آخره، لن تحصد شيء. إسرائيل كأن فلسطين أقوى من إسرائيل وأمريكا في نهاية المطاف. يعتبر سيد عادل أنت تقول إذا كانت إسرائيل أو أمريكا تريد حلول لهذه الحرب الدموية على قطاع غزة، كان الحل السياسي هم يعلمون أنه هو الحل الجذري والواضح والصريح في هذه الحالة، إنما الحلول العسكرية هي لها أهداف، هي لها رسائل،
هي لها كنز كما نقول يحققه على أرض الواقع، لكن إذا كانت الحلول السياسية الجميع يعلم أنها هي الحل القاطع دون خسائر ودون أن نفقد لا اقتصادا ولا بشريا ولا دوليا حتى، هو الحل السياسي في كل المراحل. إذن الحل العسكري له رسالة في هذه الحالة. يا سيدتي، نناقش الموضوع اللجوء إلى الحل العسكري والأمني في موضوع الملف الفلسطيني ككل إلى الآن فشل. الآن يريدون الذهاب إلى الحل السياسي، لكن الحل السياسي مجزأ، وهذا أيضا سيعطي فشل على مشروع حل الدولتين. لاحظ الانقسامات الدولية، هناك 4 دول أوروبية تريد الاعتراف بدولة فلسطين قبيل حل الدولتين. هذا مشروع جديد قد يقبل به الكثير نتيجة حرب غزة. اليوم بعد الحرب المشروع الأهم والظاهر الكراهية بين الطرفين، كيف سنقود عملية السلام إلى مسارها من جديد؟ نحتاج سنوات. يعني ما تم في غزة العقل البشري لا يستوعبه. نحن نحتاج إلى استشفاء لسنوات من موضوع أخطاء أمريكا وإسرائيل في موضوع اللجوء إلى الحل العسكري والأمني. لم يعطي شيء على الطاولة للذهاب المفاوض الإسرائيلي والفلسطيني إلى ما يسمى الحل النهائي. هو اليوم عمل شرخ في موضوع حل الدولتين، بدأ المشروع يتأرجح. يعني في العمق الاستراتيجي إسرائيل لا تريد حل الدولتين. لماذا؟ دولة إسرائيل في أفكارها في عمقها لا تريد رسم حدودي، لأنها لديها آمال في التوسع، هذا هام جدا. ثم في المقابل الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة بايدن في الحقيقة إلى الآن لم تقدم شيء لمشروع حل الدولتين. الرئيس المصري واضح في كلامه وخطابه، هناك يأس من 30 عام وأنا أتحدث عن حل الدولتين، لم يقدم شيء على أرض الواقع. التململ الأوروبي والحديث عن اعتراف الدولة الفلسطينية، هذا يعطي مؤشرات أننا أمام خيبة أمل من لجوء أمريكا وإسرائيل للحل العسكري، لأنه لن يؤدي شيء إلى ما يسمى حل سياسي، لأن الفلسطينيين والإسرائيليين في نهاية المطاف يحتاجون تعايش، لكن عبر بوابة سلام وليس عبر بوابة القتل والدمار، والتي ستؤدي إلى أجيال جديدة تنشأ على الكراهية، ستموت حماس الجديد الحالية وتولد حماس جديد. لأنها فكرة الشعب المقاوم في الضفة الغربية، هل ستذهب إسرائيل بعقليتها إلى مطاردة الجهاد وحماس في الضفة الغربية ويدمر أيضا مدن وهي تحت المقص نابلس وجنين، تفريغ سكان؟ لماذا نابلس وجنين؟ هنالك أحلام توسعية استيطانية، تغييرات ديموغرافية، قدس الناس من الشمال إلى الجنوب كما حصل في غزة وأيضا في الضفة الغربية. هذه العقلية لا تريد سلام من خلال الحل الأمني. ستفيق أمريكا أنها لن يذهب معها أحد في نزاعات جديدة، لأن هنالك أيضا دول وازنة في المجتمع الدولي. النموذج الذي حصل في غزة لن يحصل كما تحدث الأوروبيين. طيب سيد عادل، أنت كما تقول في بداية الأمر أن الحرب هذه ستقف وتقرأ هذا الجانب، وحديثك الآن يقول أن هذه الدولة لا تريد سلام ولا هناك حل للدولتين ولا هناك اعتراف، إذن الحرب لن تقف، أنت تعلم ذلك جيدا. سيدتي أنت تعلم الراعي الأمريكي هو من يقول توقف وأذهب واستمر. حين قام بلينكين وجاء وقال أنا يهودي، وجاء بايدن ودخل، وهذا لم يحصل في كابينة الحرب. هي من تقود الحرب. يعني الجميع يعني أن أمريكا تستطيع بدقائق ترفع الغطاء عن إسرائيل دعما عسكريا ولوجستيا وتنتهي الحرب. إسرائيل لن تذهب إلى انتحار السياسي والعسكري بموضوع الصدام مع المجتمع الدولي وأيضا تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية. نعم الحرب تتوقف حين تحقق أمريكا أهدافها. وما هي أهداف أمريكا؟ زريعة. ذكرت لك في البداية أمريكا جاءت إلى المنطقة مع ألمانيا وبريطانيا والتحالفات الدولية ليس من أجل النزهة، ليس من أجل حماية إسرائيل. نعم تقليدي تدعم إسرائيل، هذا لا نقاش ولا خلاف به، لكن له حدود. نظر المواجهات بدأت منذ فترة، وأنا أتحدث أن الهدف غزة ذريعة لحرب إقليمية، لكن هل ستقع الحرب أو لا تقع هذا موضوع آخر. إن لم تحقق أهداف أمريكا ستبقى إلى أن تحقق أهدافها. جاءت شخصيا بسفنها
بمواجهاتها مع الميليشيات وأوسعت رقعات الصراع في شمال إسرائيل مع لبنان. قواعد الاشتباك بدأت تتطور. احتجاز السفن أيضا يعزز نظرية أو حجة أمريكا أنه لابد من، وهذا ما أقوله سيد عادل، أنت تذكر الآن أنها جاءت بالسفن وبجميع الدعم السخي هذا والاستمرار هذا، إذن هذا كله لن يوقف الحرب سريعا، هذا سيجعل أن الحرب ستطول، وهناك هدف كبير يجب أن يحقق. لا تتحرك أمريكا بهذه السفن والدعم الساخي والأوروبي والغطاء، وأكثر من 5 أو 6 مرات يعقد مجلس الأمن ويرفضون وقف هذا النار، وإذا كان هناك حلول كانوا أوقفوا منذ البداية، وهم يعلمون أن حماس لن يستطيعون أن يكتثوها. حماس هي فكرة لا يستطيع المراهنة عليها، هم لديهم يا الشهادة يا النصر، فإذا لا يوجد مراهنة على اكتثاث حماس أو أن هم يسلموا أنفسهم كما هم يدعون. إذن الحرب ستستمر وهناك تسكينات وتصريحات إلى أن يحققون الأهداف. إيقاف الحرب مرهون بما ذكرت. إن حققت أمريكا أهدافها وانتقلت للفصل الثاني ستهدأ غزة وسيستفيق الجميع أن الحرب وكأنها لم تكن، بمعنى يعني ربما يكون ملف الرهان هو الوحيد للانتصار لجميع الأطراف، يعني إسرائيل حوض مال وجه للجيش الإسرائيلي وأمريكا للداخل الأمريكي. اليوم غزة بشكل أو بآخر ستنتهي حربها، وقلتها منذ شهور في قناتكم الكريمة وعدة وسائل دولية أن لا حصاد عسكري وسياسي لإسرائيل من هذه الحرب. والآن اليوم لاحظي له هناك أهداف، هناك خلاف حتى أصبح يظهر على السطح بين أمريكا وإسرائيل على بنك الأهداف. نتنياهو يريدها بدون سلطة فلسطينية، بلينكن يريدها وحواره مع العرب. نحن نتحدث عن أن الحرب لن تكون طويلة الأمد نتيجة. سيد عادل، الجميع وتصريحات هذه أشارت إلى أن المشهد ضبابي بشكل غير منطقي، ولا أحد يستطيع أن يفهم ما سيحدث في الفترة القادمة أيا كانت الخلافات أو التصريحات. على كل سنتابع التطورات. أشكرك، كنت معنا من عمان السيد عادل محمود الكاتب والمحلل السياسي على هذه المشاركة. مشاهدينا ابقوا معنا، ما زالت تغطياتنا مستمرة على مدار الساعة.
وتهجير. الاحتلال يجوعنا منذ أيام طويلة، لا نجد ماء ولا طعاما ولا خبزا. أوقفوا الموت، نريد الحياة، نريد السلام. We'll be right back.
نعود إليكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل ونستكمل باقي تحديثات أخبارنا لهذه التغطية. أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن الحركة منفتحة على أي أفكار أو مبادرات لوقف الحرب على قطاع غزة. ورحب هنية في كلمة متلفزة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار في القطاع، كما أضاف أن حماس تبذل مع الجميع بما في ذلك المؤسسات الدولية جهودا مكثفة للإسراع في إغاثة الشعب الفلسطيني، مشددا على أن أي ترتيبات حول مستقبل قطاع غزة من دون حماس لن تنجح. أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ أن الشعب الفلسطيني يتعرض لعملية إبادة جماعية. وثمن الشيخ في تصريحات للقاهرة الإخبارية موقف مصر بشأن رفض تهجير الفلسطينيين والوقوف ضد تصفية القضية الفلسطينية. ولا يمكن ولن نسمح ولن نقبل إطلاقاً بأن يهجر الشعب الفلسطيني مرة أخرى من وطنه بعد عام 1948. واسمح لي أن أتوجه بالشكر الجزيل والتقدير العالي لموقف مصر الشقيقة وموقف الأشقاء العرب جميعا في رفضهم لهذه الحرب ولهذا العدوان، ورفضهم المطلق لتهجير الشعب الفلسطيني من وطنه. وهذا الحراك الحاصل الآن على المستوى العربي وعلى المستوى الإسلامي والدولي، والذي أصبح يشكل عزلة كبيرة لهذا الاحتلال ولحكومة إسرائيل، هو أكبر دليل على أن هذه القضية الوطنية الفلسطينية لن تقتلها طائرات الاحتلال ولن تميتها دباباته مهما استهدفت من الشعب الفلسطيني. قال وزير العدل الفلسطيني إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة جاء بعد إخفاق مجلس الأمن في القيام بمهامه وإخفاق المجتمع الدولي. وفي تصريح للقاهرة الإخبارية أوضح وزير العدل أن قرار الجمعية العامة يلزم المجتمع الدولي بالعمل من أجل مواجهة انتهاكات إسرائيل. الواقع العملي أثبت عجز مجلس الأمن الذي هو مسؤولية مباشرة عن المحافظة على الأمن والسلم في العالم عن اتخاذ التدابير الخاصة وقف الحرب العدوانية على قطاع غزة سبب حق الاعتراض الأمريكي وبسبب إخفاق المجلس، فالجمعية العامة قامت باختصاصها الاحتياطي. ولكن أقول أن القرار الذي اعتمد بأغلبية 153 دولة هو يمثل قوة قانونية دولية ويمثل الشرعية الدولية لأنه يشكل حجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. والقرار يلزم المجتمع الدولي فرصة تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني على الاحتلال الاستعماري الاستيطاني من خلال الآليات القانونية وفقا لميثاق الأمم المتحدة. أكد رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة ماجد عبد الفتاح أن الولايات المتحدة باتت معزولة دوليا لدعمها إسرائيل في جرائمها، معربا عن سعي الجامعة العربية لحل القضية الفلسطينية وفقا لمبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية. وكشف رئيس البعثة في تصريح للقاهرة الإخبارية عن مشروع قرار مصري سيصوت عليه أعضاء مجلس الأمن الدولي لإقرار هدنة إنسانية في قطاع غزة. هناك مشروع قرار آخر في أعدته جمهورية مصر العربية وتتفاوض عليه مع أعضاء مجلس الأمن، وبينص بعض الأحكام التفصيلية لتنفيذ ذلك بما في ذلك وقف إطلاق النار بصفة نهائية، وبما في ذلك أيضا دخول استمرار تدفق ودخول المساعدات الإنسانية بدون إعاقة، وبما في ذلك الاستمرار العودة إلى مرحلة تبادل الأسرى والمسجونين، الأسرى الإسرائيليين والمسجونين الفلسطينيين في سجون دولة الاحتلال، وبما في ذلك ضرورة مراعاة واحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني المتصلة بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة.
قالت جامعة الدول العربية إن التصويت الكبير لصالح وقف فوري لإطلاق النار في الأمم المتحدة يعكس بجلاء عزلة إسرائيل وانكشاف موقفها وتفاهة الحجيج أو الحجج التي تستند إليها في شن حرب غاشمة وظالمة وعشوائية على قطاع غزة. جاء ذلك في سياق ترحيب الجامعة بالموقف الأممي. وقالت الجامعة إن أمينها العام أحمد أبو الغيط رصد تطوراً في الموقف الأمريكي من الحرب، خاصة التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس الأمريكي التي تعد توجهاً نحو الاعتراف بما تنطوي عليه العملية العسكرية الإسرائيلية من عشوائية واضحة تؤدي إلى سقوط الآلاف من الضحايا بين المدنيين. أعرب رؤساء وزراء كل من كندا وأستراليا ونيوزيلندا في بيان مشترك عن دعمهم للجهود الدولية العاجلة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة. جاء هذا في ظل تغير رؤى بعض الحكومات المنحازة تقليديا للاحتلال الإسرائيلي تجاه تداعيات العدوان في غزة. مع دخول العدوان الإسرائيلي على غزة شهرها الثالث، لم تصمد رؤى الحكومات المنحازة تقليدياً لإسرائيل أمام طوفان الشهداء والمصابين والنازحين، شدة وطأة الرأي العام العالمي ضد ما يقوم به الاحتلال في غزة وضعت الحكومات الغربية في مأزق. أحدث صور الضغط على هذه الحكومات هو التغير المفاجئ في سياسة كندا التي كانت داعمة بشكل لا محدود للاحتلال الإسرائيلي، إذ قالت وزيرة خارجية كندا إن بلادها صوتت لصالح قرار وقف إطلاق النار الذي تم تمريره في الجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحة أن بلادها ترى ضرورة أن تخضع الطريقة التي تتصرف بها إسرائيل في غزة للمساءلة والتحقيق. من جانبه شدد رئيس الوزراء الكندي على ضرورة أن تحترم إسرائيل القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين والبنية التحتية، معرباً عن قلق بلاده العميق تجاه الأزمة الإنسانية وتقليص المساحة الآمنة المتاحة للمدنيين في غزة، ما أثار بدوره انتقاداً إسرائيلياً واسع النطاق في تغير السياسة الخارجية الكندية. الموقف الكندي المغاير جاء بعد سلسلة من الاحتجاجات في المدن الكندية المختلفة استمرت 9 أسابيع متتالية لتأييد القضية الفلسطينية، وكان أحدثها الاحتجاجات الواسعة في أوتاوا لإنهاء الحصار ووقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الدعم الكندي للإبادة الجماعية. موقف آخر مشابه اتخذته أستراليا التي أيدت أيضاً قرار الأمم المتحدة الداعي إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة بسبب القلق على المدنيين في القطاع المحاصر في خلاف نادر مع الولايات المتحدة، وهو موقف دفعت إليه احتجاجات واسعة اجتاحت الشوارع الأسترالية تأييداً للقضية الفلسطينية. الموقف الدولي الذي يؤيد العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة يتساقط خطوة بخطوة جراء الاحتجاجات واسعة النطاق التي اجتاحت عواصم البلدان حول العالم لإظهار التضامن مع الفلسطينيين. ينضم إلينا من مدينة أوتاوا بكندا زهير الشاعر الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني. أستاذ زهير مرحبا بك، وأتوقف معك عند بيان كندا وأستراليا ونيوزيلندا على هامش التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بيان الدول الثلاث وهي دول حليفة تقليدية للولايات المتحدة جاء مناقضا لموقف الولايات المتحدة وموقف الذين امتنعوا عن التصويت في الجمعية العامة، إذ دعا البيان إلى وقف دائم لإطلاق النار، وقالوا في بيانهم إنه ليس من المعقول أن تكون ثمن هزيمة حماس إبادة الشعب الفلسطيني. أستاذ زهير، كيف تعلق إذن على هذا الموقف المستغرب من حلفاء تقليديين الولايات المتحدة وهم كندا ونيوزيلندا وأستراليا؟ بداية شكرا على الاستضافة. كندا ونيوزيلندا وأستراليا هما دول يعتبروا أعضاء في مجموعة العيون ما تسمى العيون الخمسة، وهي بينها
تنسيق كامل سواء في على مستوى السلم العالمي والأمن فيما يتعلق في التطورات الأمنية أو ما يخص الأمن بشكل عام في العالم أجمع. وبالتالي كان هناك تنسيقا ما بين الثلاث دول حول هذا القرار، خاصة أن هذه الدول الثلاث كانت مرشحة عمليا لاستقطاب أكبر عدد من النازحين أو الفلسطينيين الذين سيضطروا إلى الهجرة في حال تم هجرة قصرية، وبالتالي كان هناك تنسيقا دائما لمواجهة أي طارئ. ولكن تحت وطأة الضغط الهائل في الشارع في هذه الدول الثلاث، والضغط حقيقة لم يكن ضغطا عاديا، تحدثنا عن كندا حيث أن الحكومة الكندية عمليا هي حكومة أقلية، وبالتالي عندما ينسحب 400 داعم لحكومة ترودو يعني ذلك أن هناك ريد فلاج بالنسبة له، يعني ضوء أحمر بالنسبة لرئيس الوزراء، خاصة فيما يتعلق بالانتخابات القادمة، وهو يعلم أن حكومته حكومة عمليا ليس مستقرة إن إذا حصل أي انسحاب للأصوات العربية والإسلامية بالتحديد التي ساندته بكل قوة. وبالتالي مواقفه لم تكن مواقف مقبولة لدى الجاليات العربية والإسلامية، بل كانت صادمة ومخيبة للأمال، وكانت تمثل حقيقة لدى الكثيرين من أبناء الجالية العربية. لكن المظاهرات أستاذ زهير، المظاهرات كانت موجودة أيضا في عواصم غربية أخرى، لم تقف هذا الموقف الذي وقفته كندا ونيوزيلندا وأستراليا مثل المملكة المتحدة مثلا. يعني المملكة المتحدة وأمريكا لربما وضعهما يختلف عن الوضع بالنسبة لكندا أو حتى لأستراليا أيضا كما أشرت في البداية. وبالتالي الموقف كان يعني مخرجا لهذه الدول أمام جالياتها وأمام الشعب أو الصوت العارم الرافض لهذه الحرب. التصاعد الرأي العام ضد هذه الحرب كان كبيرا جدا حقيقة في هذه الدول. أيضا حكومة كندا وحكومة نيوزيلندا وحكومة أستراليا يعلمون جيدا بأن التصويت في الأمم المتحدة ليس قرارا ملزما، وبالتالي قد يكون مخرجا لهم من الضغوطات الهائلة التي مورست من الرأي العام، خاصة أن الرئيس بايدن أشار بشكل أو آخر بغض النظر عن التصويت، أشار بكلمات قوية وبتصريحات غير مسبوقة له بالأمس بأن إسرائيل تخسر عمليا الدعم الدولي أمام هجماتها العشوائية وتخسر المعركة الإعلامية، وأشار بأنه لا بد من أن يكون هناك حلا تقبل به إسرائيل وأن تكون جاهزة لقبول هذا الحل، وأشار لعملية أيضا القبول بالاستقلال. عمليا الرئيس بايدن لا يستطيع في تقديري أن يواجه اللوبي اليهودي أو اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية أيضا لا تستطيع أن تتخذ موقفا مغايرا لما اتخذته، خاصة أنها يعني أن التصويت كان ضد حليفتها أو ابنتها المدللة، وبالتالي لا تستطيع أن تدينها وهي الداعم الرئيسي لها في هذه الحرب.
نعم، لكن أستاذ زهير، هذا الإجماع الدولي الذي ظهر في تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعني لما لم يحدث تأثيرا ما على مجريات الحرب، أو لم يفضي إلى تغير على الأرض في هذه الحرب التي هي مستمرة لشهرها الثالث على التوالي؟ للأسف الشديد هناك استخفافا بقرارات الأمم المتحدة أو القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية، سواء الطارئة أو العادية أو الاستثنائية. دائما ما يكون هناك استخفافا، لأن هذه القرارات غير ملزمة. هو قرار غير ملزم، نعم، لكن يعبر عن ثقل سياسي، ويعبر عن موقف للمجتمع الدولي بأكمله في اتجاه ما. هذا صحيح، ولكن أيضا إسرائيل تدرك بأن الرأي العام لربما أن تستطيع أن تستقطبه مرة أخرى في ظل وجود الدعم الأمريكي اللامحدود لها، وبالتالي إسرائيل ليس يعني تحت ضغط هائل كما لو كان القرار ملزما أو صادرا عن مجلس الأمن. وبالتالي يعني على مدى سنوات احتلالها حتى يومنا هذا، إسرائيل ضربت عرض الحائط بكل قرارات الأمم المتحدة، وليس بالقرار الأخير فقط، وإنما بكل ما يصدر عن الأمم المتحدة. إسرائيل لا تأبه بالتجمع الدولي داخل أو المواقف الدولية الجامعة داخل أروقة الأمم المتحدة، بالرغم من أنها تؤشر يعني تعطي مؤشرا كبيرا بتغير اتجاه سياساتها، ولكن تجربتها أو خبرتها مع هذه المواقف للأسف الشديد تثبت بأنها ليست ذات قوة تأثيرية. هو وزير الخارجية الإسرائيلي أستاذ زهير قال، يعني عقب التصويت، قال سنواصل هذه الحرب بدعم دولي أو بدون دعم دولي. يعني واضح أن هناك إدراكا من الاحتلال الإسرائيلي أنها فقدت الدعم الدولي، والدعم الدولي انكشف من فوقها تماما. إسرائيل تدرك هذا الأمر جيدا وغير آبها به، ولا تلتفت لهذا الأمر، لأنها تريد أن تحقق انتصارا يعيد لها هيبتها ويعيد لها مكانتها التي كانت تصورها بأن جيشها هو الجيش الذي لا يقهر. اليوم كما تعلم أن في يعني مر على الحرب 67 يوما ولم تحقق إسرائيل عمليا سوى عمليات القتل العشوائي وجرائم الحرب والإبادة الجماعية، وكل ذلك عمليا يكشف بشاعة صورتها الحقيقية ولا يساعدها أبدا في تحقيق أي انتصار. لذلك حالة الهستيريا أو الجنون الذي تمارسه إسرائيل هو يمثل انعكاسا لحالة الهزيمة التي تعيشها، وبالتالي لم تعد تفكر بما سيقوله أو بما سيتخذه المجتمع الدولي، هي تفكر بإعادة الهيبة لصورتها التي كانت يعني تغزو الوعي أو العقل العربي أو العقل حتى في العالم، وبالتالي هذه الصورة أصبحت مهزوزة، وبالتالي إسرائيل الآن تبحث عن إعادة هذه الصورة للأذهان بغض النظر عن الطريقة التي تمارسها. ولكن إسرائيل عمليا خسرت المعركة الإعلامية، خسرت عمليا معركة الرأي العام. إسرائيل اليوم يعني تمارس ممارسات قبيحة للغاية ووحشية جدا، وبالتالي تخسر أيضا أي دعما في أي محفل دولي خارج مجلس الأمن. يعني جميع المحافل الدولية في تقديري أنها إسرائيل تريد أن تعيد الصورة الأسطورية التي كانت تؤخذ عنها
في السابق وتعيد هيمنتها مرة أخرى على الساحة. هذه الطريقة التي تمارس بها ضرب غزة بهذه الدموية، هل هذا يعيدها إلى الصورة التي هي تطمح لها، أم أن هناك اندفاع إسرائيلي كان وسيبدأون بتحسين هذه الصورة بمخرج سياسي بشكل أو بآخر حتى يوقفون هذه الصورة التي أخذت عنهم وانكشفوا بها على مرأى ومسمع الجميع؟ نعم، سؤال جيد هذا. يعني عمليا إسرائيل لا تحقق أي شيء كما ذكرت لك، إسرائيل تنهزم بممارساتها الوحشية، ولولا سياسة الولايات المتحدة الأمريكية التي تحاول بكل طاقتها أن تعمل جاهدة لرمرمة أو للملمة، عفوا، للملمة أخطاء هذه الدولة التي تمارس أو الخارج عن القانون والتي تمارس العربدة والقتل وجرائم الحرب التي بات حتى حلفائها ككندا وأستراليا ونيوزيلندا باتوا ينتقدون ذلك. لا بل أن حتى بلينكين وزير الخارجية الأمريكي بات يرفع صوته أيضا ويطالب بوقف القصف العشوائي، وحتى الرئيس بايدن نفسه طالب بهذا الأمر، ولكن أعطوا مساحة يعني بتلميح على أنه أنجزوا بسرعة هذا الأمر لأنه لن يبقى مفتوحا أمامكم، وهو عملية أنجزوا القضاء، عملية القضاء على الفصائل الفلسطينية المسلحة. وهذا في تقديري على ما يبدو أنه يمثل عملية معقدة، لا بل قد تكون مستحيل تحقيقها كما يبدو من المشهد على الأرض. سيد زاهر، أن عملية القضاء على حماس هي ليست كأشخاص، هم فكرة وعقيدة ولديهم استراتيجية، وأنت تعلم حماس أو هذه الفصائل فكرتها هي النصر، هي الشهادة كما هم في معتقداتهم، إذا لن يسلموا أنفسهم، لن يكتسوهم كما يذكرون. إذا مسألة أنجزوا بأسرع ما يمكن ضربة قاتلة في أقل تقدير وقت، هم يقصدون بها حماس أم يقصدون بها التطهير العرقي الذي يمارسونه؟ طريقة الحرب في تقديري، في تقديري الولايات المتحدة كانت تقصد القضاء على حركة حماس، لأنه معظم التصريحات كانت في هذا الاتجاه، موضوع القضاء على حركة حماس أو أن المرحلة التي تلي الحرب لن يكون لحركة حماس تواجد فيها. وبالتالي هناك كما تعلمين أن هناك جهود دبلوماسية الآن، يعني مستشار الأمن القومي التقى بالأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، وأيضا وكما تعلمين ثقة للمملكة العربية السعودية بهذا الأمر، وخاصة أن المملكة العربية السعودية كانت تضع موضوع حل القضية الفلسطينية أساسا في عملية التطبيع إن تمت مع إسرائيل. أيضا يعني مستشار الأمن القومي الأمريكي سيذهب للقاء نتنياهو، وبالتالي هناك يعني ضوابط تحاول الولايات المتحدة أن تنبه إسرائيل أو أن تلجم إسرائيل على أن لا تتجاوزها، ولكن الوضع على الأرض حقيقة يقول أن إسرائيل ماضية بحالة التخبط الهائلة التي تمارسها، وهي عمليات القتل والإبادة الجماعية، ظنا منها بأن الشعب الفلسطيني سيرفع الراية وبأنه يعني سينقلب على نفسه في داخل قطاع غزة، وبالتالي ينقل المشكلة إلى داخل قطاع غزة ما بين الفلسطينيين وبعضهم البعض. وبالتالي في تقديري أن هذا الأمر أيضا فشل، وعملية التهجير يعني لن تتعلم، يعتبر أمريكا من الأخطاء. يا سيد زهير، أنت تقول أنها عندما قالت أضرب بقوة هي كانت تقصد حماس، وأنت تعلم حرب الأنفاق وهي مرت بهذه التجربة، أمريكا في فيتنام وكانت خسرت وتركت عتاد يكفي لتسليح دول،
هي لم تتعلم أن الدرس صعب، وأنت تعلم حماس كيف هي متجذرة في أرض غزة وأنفاقها، يعتبر شبهوها بأنفاق مترو لندن، أنها ليست من السهل أن تصلون إلى هذا الاكتتاب. يعني أنا أتفق معك أن عملية الاجتثاث لحركة حماس أو حتى للفصائل الفلسطينية المسلحة بالغة التعقيد إن لم تكن مستحيلة، وبالتالي لا يوجد أمام الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل إلا عملية الإقرار بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، وأيضا عملية العمل على التعامل مع جميع الأطياف الفلسطينية أو عملية تحقيق عملية احتواء لما هو موجود، وبالتالي يجب أن يكون هناك إقرار بأن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأن يتم فرض قيادة عليه من جانب، ومن جانب آخر لن يقبل بأن يتم بعد هذا الصمود الهائل الذي ظهر أو أظهرته سواء القوى الفلسطينية أو حتى الشعب الفلسطيني في غزة، أن يقبل بأن تحدد له الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها من سيختار أو من سيكون موجودا أو من سيكون غير موجود. المعادلة الحقيقية على الأرض الآن تختلف تماما عن هذه السياسة التي فشلت طوال سنوات الحصار. طيب أستاذ زهير، أنت أشرت أو لفت نظرك توجه جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي إلى إسرائيل، وقبلها زار السعودية. ما دلالة ذلك؟ يعني هل تعتقد أن هناك يعني ملامح مبادرة ما من الممكن أن تتقدم بها السعودية أو تكشف عنها الأيام القادمة لإيقاف هذه الحرب؟ يعني في تقديري أن الأمر يسير من خلال جهود دبلوماسية حثيثة أن يكون هناك دورة للمملكة العربية السعودية في موضوع عمل وقف إطلاق للنار من جانب، ولكن المملكة العربية السعودية أيضا لديها متطلبات للقيام بهذا الدور، وهو العمل على ضمان أن يكون هناك يعني حلا سياسيا شاملا يضمن أن يكون أن يمنح الشعب الفلسطيني حقه بتقرير المصير. وبالتالي الآن السعودية حسب ما أوردت بعض المعلومات أو بعض الأخبار بأنها طالبت مستشار الأمن القومي الأمريكي بأن يجعل نتنياهو أن يفهم أو يتفهم حقيقة الوضع الآن بأنه مختلفا تماما عما قبل 7 أكتوبر، ويجب عليه أن يتعاطى مع الواقع ويتعاطى مع بعض التنازلات ويعني يفسح المجال أمام القوى الوسيطة أن تلعب دورا ناجحا في تحقيق عملية السلام أو على الأقل تحقيق الرؤية من أجل أن يكون أيضا من أن تمنحه فرصة النجاح في عملية التطبيع الواسع مع العديد من الدول العربية ومنها السعودية. يعني عودة مرة أخرى إلى التطبيع تقصد، وهو الذي كان المشروع الذي كان قبل 7 أكتوبر. طبعا يعني التطبيع أساس في الأمر، يعني في كل المبادرة. طبعا هذا حتى مستشار الأمن القومي كان واضحا في تعقيبه على هذا الأمر بأن إعادة يعني توحيد المنطقة ضمن الرؤية الأمريكية، ووصف المملكة العربية السعودية بأنها شريكا رئيسيا في تحقيق هذه الرؤية، ويقصد بذلك هو إدماج إسرائيل في المنطقة، وبالتالي عملية إدماج إسرائيل في المنطقة وتتم من خلال عملية التطبيع. يعني بدون عملية التطبيع لن يكون هناك إدماج لإسرائيل وتحقيق الرؤية عمليا الاقتصادية المبتغاة وعملية اللي هو مد سكك الحديد والقطار الواصل ما بين الشرق والغرب في المنطقة،
ويعني ويمر من 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 عدة دول بما فيها شمال المملكة العربية السعودية والأردن والمناطق او مناطق السلطة الفلسطينية. يعني انت سيد زهير ترى ان الفكرة يعني او المشاريع رؤية قديمة متجددة، ولكن الان يبدو انهم يعملون يعني لتحقيق هذه الرؤية يجب ان يكون يعني هناك انت ترى سيد زهير عفوا العسكرية القائمة ومن ثم وقف لإطلاق النار ومن ثم إفساح المجال أمام حل سياسي. طيب سيد زهير، أنت ترى أن عودة المشاريع الاقتصادية التي كانت يعني يتفقون عليها قبل هذه الأزمة وقبل هذا الطوفان ستعود بكل أريحية مرة أخرى، ولا هناك مثلا أخذ بعض التحفظ من أنهم يجعلون إسرائيل تتمدد في المنطقة العربية أكثر من ذلك بعد أن رأينا هذا الدعم والغطاء الأمريكي والأوروبي الذي لا أحد يستطيع أن يقف أمامه؟ هل ترى أن العلاقات ستعود إلى مجراها مرة أخرى بعد هذه الأزمة؟ يعني لربما أنه تكون إجابتي صادمة، للأسف الشديد لربما أن يحصل ذلك، ولكن في تقديري أن الدول العربية رفعت سقف متطلباتها وطموحاتها بعد 7 أكتوبر، وبالتالي الأمر لم يعد لديها يعني الوضع لم يعد لديها كما كان قبل 7 أكتوبر. ولكن يؤسفني أن أقولها صراحة أن الحالة العربية هي حالة مترهلة وهزيلة، وبالتالي يعني لا أجد سببا يمنعهم أو يشجعهم على عدم العودة من لما توقفوا أو للنقطة التي توقفوا عندها، ولكن يعني قد يكون هناك دافعا قويا يستطيعون بالفعل أن يوحدوا مواقفهم، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية استعانت بشركائها في المنطقة خلال هذه الحرب حرصا منها على أمن إسرائيل من ناحية، ومن ناحية أخرى على عدم تمدد هذه الحرب إلى خارج الحدود، خارج حدود قطاع غزة وما يمثله ذلك من يعني خطرا وجوديا على إسرائيل من ناحية، وخطرا كبيرا على المصالح الأمريكية من ناحية أخرى. وبالتالي أمريكا بدأت تدرك أيضا أن حلفائها في المنطقة أو شركائها في المنطقة، شركائها من الدول العربية، يعني الحفاظ على المصالح مع هذه الدول قد يفيدها أكثر، وبالتالي ستمنحهم في تقديري مساحة أكبر، خاصة من يعني من ناحية القبول بوضع تصور أو تنفيذ حل سياسي. يعتبر سيد زهير المشاكل أو الخطوات الاقتصادية والاستثمارات، أنت تعلم الشراكات بين أمريكا والدول العربية هي متوسعة بشكل كبير، وهذا ربما يعني يستكمل في فترات الحالية إلى أن يبدأون بأخذ أقطاب أخرى أو الحذر قليلا حتى لا يتوغل الجانب الأمريكي بشكل أكبر في الدول العربية التي بدأت أن تطفو على الساحة باستثمارات وأصبحت هي الآن الساحة الاقتصادية الأعلى نسبة للتقديرات الاقتصادية التي نتابعها حتى الآن. على كل سنتابع التغيرات القادمة. أشكرك، كنت معنا من أوتاوا بكندا السيد زهير الشعر الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني، شكرا على هذه المشاركة. أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي عن قلقه إزاء النزوح الجماعي لسكان قطاع غزة. كما أشار غراندي إلى ضرورة عدم الترويج لفكرة تهجير الفلسطينيين قسريا من غزة، مضيفا أن التوصل إلى وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية في قطاع غزة. are outside the mandate of UNHCR.
أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فليب لازارني أن الفلسطينيين يعيشون أحلك فصل في تاريخه منذ عام 1948. وخلال المنتدى العالمي للاجئين المنعقد في مدينة جنيف السويسرية أشار لازاريني إلى ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأغراض إنسانية وإنهاء الحصار للسماح بدخول المساعدات الكافية لسكان القطاع. لم يعد أمامهم الكثير، دقات الساعات القادمة لن تسعفهم، والخيارات لم تعد محدودة فقط بل صارت منعدمة. هكذا وصف المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فيليب لازاريني ما آلت إليه الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. لازاريني الذي زار غزة في ظل الصراع الدائري حالياً أكد خلال المنتدى العالمي للاجئين في جنيف أن سكان القطاع الذين يتجاوز عددهم 2 مليون شخص يواجهون القصف والحرمان والأمراض في مساحة ضيقة بشكل متزايد، حيث يعيشون أحلك فصل في تاريخهم منذ عام 1948، ذلك التاريخ الذي لم يخلو من الألم وفقاً لما قاله المسؤول الأممي. الحرب الحالية لم تستثني أحداً، والأونروا لم تكن أكثر حظاً عن غيرها من المؤسسات الدولية بقطاع غزة، حيث طالت آلة الحرب الإسرائيلية مؤسساتها والعاملين بها، إذ فقدت أكثر من 130 من موظفيها في القطاع، وأصبحت قدرتها على تقديم الخدمات الإنسانية على وشك الانهيار. تحذيرات المؤسسة الأممية أكدت أن الأوضاع الإنسانية في غزة تواجه صعوبات بالغة بعدما أجبر نحو 85% من سكانها على النزوح إلى أماكن تخلو أيضاً من الحياة والموارد الإنسانية الأساسية، فضلاً عما واجهوه من عمليات إبادة جماعية. أكدت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين لين هاستينجز على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، مشيرة إلى أن ما يحدث بالقطاع لن يؤدي للسلام. وأوضحت أن القطاع يعيش كارثة صحية جراء انهيار النظام الصحي، مطالبة بالسماح بوصول المزيد من المساعدات إلى غزة. Humanitarian assistance is already being delivered, and I have released an immediate $18 million from the Palestinian Humanitarian Fund and emergency and the emergency relief coordinator. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من فيرجينيا محمد العالم، الكاتب الصحفي والباحث السياسي. مرحبا بك أستاذ محمد، وأتوقف معك عند الزيارة المرتقبة اليوم الخميس لجاك سوليفان إلى إسرائيل بعد زيارته إلى السعودية. ما الذي سيوصله جاك سوليفان إلى الحكومة الإسرائيلية، حكومة الحرب، في هذه المرحلة من الحرب على غزة التي دخلت شهرها الثالث؟ نعم، أهلا بك وبالسادة المشاهدين. أعتقد أن هذه الزيارة ستأتي يعني تأكيدا على وجهات نظر مختلفة، من ضمنها وجهة النظر الأمريكية بأنه من المفترض ألا تمتد الحرب الأكثر من بداية العام المقبل أو العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى بداية العام المقبل، وهو ما يعني يزداد الشك فيه يوما بعد يوم مع وجود تعنت إسرائيلي من حكومة الحرب هناك، لأن المشكلة حالية في الداخل الإسرائيلي لم تعد نتنياهو فقط ولكن وزراء نتنياهو بمن فيهم المعارضة والتصميم الكامل من الجيش الإسرائيلي على استعادة هيبته بالقضاء على المقاومة الفلسطينية، وهو أمر مشكوك فيه كثيرا لأن الأحداث والأهداف اللي حددها الجيش الإسرائيلي في هذه العملية لم يتم تحقيق أي منها حتى الآن، وبالتالي هذا يثبت أن هذا الأمر ربما يكون
يعني عسكريا شبه مستحيل، أو على الأقل يحتاج إلى عام وأكثر، وهو ماذا تريده الولايات المتحدة الأمريكية والغرب معها وأيضا قوى عالمية أخرى. ورأينا الإجماع العالمي في الأمم المتحدة الذي يطالب بوقف إطلاق النار، لهذا أعتقد أنه سينكر وجهة النظر التي يعني تثبت أن إسرائيل حاليا متورطة أمام العالم في جرائم الحرب، وأن استمرار الأمور على ما هي عليه بمدى طويل ربما يفقدها كثيرا من قوتها يعني وتأثيرها الدولي في الفترات القادمة. طيب سيد محمد، عندما يقول نتنياهو في خطاباته لربما أنه يعني بالرغم من الزيارات المتكررة والمحاولات لهدنة أو لوقف هذا الحرب، نتنياهو يصر أن لا هناك يعتبر أي ضغوط دولية ستجعله يقف عن هذه الحرب، إلى ماذا يشير بخطاباته نتنياهو؟ هل هو يوجهها للداخل الإسرائيلي أم للخارج برأيك؟ وأيضا هو يرد أو يريد أن يجعل الدفة تتحول اتجاه حماس، أن عند استسلام بعض من حماس أو القائدين كيحيى السنوار وغيره سيوقف هذه الحرب، يريد أن يوجه الضغوط على حماس أنها تستسلم حتى تقف هذه الحرب، على ماذا يراهن بخطاباته؟ وأنا أعتقد أنه يعني بمنطق السياسة نتنياهو يلعب على كل الأطراف حاليا، ويريد أن يعيد نفسه أو يعيد تقديم نفسه للداخل الإسرائيلي، وإذا أراد ذلك فعليه أن يحقق انتصارا كبيرا. حتى الآن لم يتحقق أي انتصار عسكري، وعلى العكس اضطر الجيش الإسرائيلي للإعلان عن مقتل العديد يعني من أعضائه، بما فيهم في الفترات السابقة كانت الأعداد يعني كثرت كثيرا، وبالتالي هناك هدف رئيسي لنتنياهو هو تحقيق شيئا ما يعني يواجه به المجتمع الإسرائيلي في الفترات القادمة، لأن هناك يعني احتمالات حتى لمحاكمته. أيضا عندما لا يتحقق هذا الهدف فبالتأكيد هو يخاطب الخارج أو يستبق فكرة الضغط الأمريكي الأوروبي عليه، ويعبر عن أن هذه الضغوطات لن تؤثر على هدفه الرئيسي، وبالتالي يكون هناك ضغوطات دولية على قادة معينين على الأقل بالخروج من قطاع غزة بمن فيهم السنوار أو غيره. يعتبر أصبح نتنياهو بين المطرقة والزنزان الآن، كيف سيخرج بهذه الخطابات يعتبر؟ نعم، أنا أعتقد يعني أنه هو في حال أن وجد نفسه أن لو لا حلول في هذه الأزمة، فأعتقد أن الانتقام الإسرائيلي في قطاع غزة سيزداد، وللأسف سيدفع الثمن المدنيين كما يحدث الآن. ورأينا يعني التصريحات المتباينة من الجانب الأمريكي حتى على فكرة التهجير، مما يدل على أن ملف التهجير حتى الآن مطروحة على الأرض، ولو أن كل دول الجوار رفضته إلا أن كان هناك مباحثات بينهم على فكرة أن يتم تهجير بعض الفلسطينيين إلى دول أخرى غير مصر وغير الأردن، وحتى كان تم يعني طرح أوروبا يعني فكرة أوروبا نفسها أن تستقبل كل دولة حوالي 50,000 لاجئ فلسطيني. كل هذه الأمور لازالت تطرح على الأرض حتى الآن، وهناك فيها يعني ما يعني ينوح عن أن هناك نوايا لازالت تريد أن تصفي يعني قطاع غزة من الأهالي، وبالتالي نتنياهو يراهن على كل هذه الأمور، ويراهن على تحقيق أكثر من خطة في وقت واحد، وهو ما تعتبره الإدارة الأمريكية وحسب تصريحات بايدن أنها مغامرة ومقامرة سياسية ربما تؤثر على يعني إسرائيل استراتيجيا وسياسيا وعلى صورتها أمام العالم أجمع، وربما يخرج الجيش الإسرائيلي عسكريا بهزيمة كبرى على الرغم من وقوع آلاف الشهداء من المدنيين في قطاع غزة. أستاذ محمد، قرار وقف الحرب هنا برأيك سيكون قرارا إسرائيليا أم قرارا أمريكيا، أم أن الميدان ممكن أن يحسم هذه المعركة؟ أنا أعتقد يعني هو الظروف الميدان، الظروف السياسية العالمية بالتأكيد هي تؤثر، لكن اعتقادي الشخصي أن القرار النهائي والتأثير الأكبر سيكون تأثيرا أمريكيا، وأن يعني إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أمر سابق أكيد في مقدارها، لكن أعتقد أن حتى الآن لا توجد الإرادة السياسية. كان هناك تصريحات بالأمس من الحزب بايدن، تصريحات هامة
تعبر عن اختلاف وجهة النظر والتصريحات يعني السياسية قوية يعني أو الدبلوماسية الخشنة كما يقولون، وبالتالي تعبر عن أن هناك ربما توجهات أو إصرار أمريكي على تنفيذ وجهة النظر الأمريكية بألا تمتد الحرب الأكثر من بداية العام الماضي. نعم أستاذ محمد العالم الكاتب الصحفي والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من فيرجينيا. مشاهدينا وصلنا وياكم إلى ختام هذا الجزء من التغطية، لكن تغطيتنا مستمرة معكم على مدار الساعة فابقوا معنا. التغطية مستمرة مشاهدينا على مدار 24 ساعة لتغطية ما يحدث على قطاع غزة، ولكن الفقرة القادمة في هذه التغطية مع مروة فهمي وكريم حاتم، انتظرونا. إلى اللقاء.